بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم البيت الكبير بيت كل الاهلاويه وبيت كل الناس. هبدا مع حضراتكم حلقه النهارده وانا عارف ان حلقه النهارده الكلام اللي هقوله في حلقه النهارده نادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي عايزه يفكر فيه كويس. واللي هقوله النهارده هو تحليلي الشخصي. يعني ايه تحليلي الشخصي؟ يعني اسلام الشاطر او البيت الكبير مع مجموعه العمل حللنا خلال الفتره اللي فاتت لما اجي اطلع اتكلم مع حضراتكم دايما بحب اتكلم بعد ما نكون عملنا تحليل كامل للمواضيع كلها والامور كلها فكلام اللي هقوله لحضراتكم النهارده بناء على تحليل علمي من بعض او من كل مجموعه العمل اللي موجوده في البيت الكبير وهنطلع نقول لحضراتكم على الرغم من هو ممكن يزعل البعض مني مني انا تحديدا يعني لكن ما عنديش مشكله لانه الحمد لله والشكر لله جمهور النادي الاهلي هو جمهور واعي جدا وبيفهم اللي احنا بنقوله كويس جدا عنوان حلقه النهارده احمد زي الحاج احمد احمد زي الحاج احمد يعني ايه كل حطلبه من حضراتكم ولو سمحتوا يا شباب هنا عندي في السوشيال ميديا من فضلكم حطوا هذا السؤال على السوشيال ميديا علشان كل جمهور النادي الاهلي على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى الـ 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 الانستجرام من فضل حضراتكم سؤالي ليكم هل هناك وهساله لنجومنا اللي هيكونوا معانا النهارده هل هناك اسماء لاعبين بعينهم محليين في مصر. مع احترامي لكل الناس لكل اللاعبين اللي موجودين في مصر وكل اللاعبين اللي اتقال عليهم كلام كتير جدا ان هم رايحين النادي الاهلي او رايحين النادي الفلاني او رايحين النادي العلاني. كل اللاعبين دول. هل هناك حد من هؤلاء اللاعبين هيفرق مع النادي الاهلي؟ بالمناسبه وكل شويه انا اسف هكرر النقطه دي. هذا هو رايي الشخصي ونصيحة بقولها بعد تحليل عميق جدا وكبير جدا لعدد كبير من الأسماء اللي كانت أو كل الأسماء اللي كانت موجودة على السوشيال ميديا كمان خلال الفترة اللي فاتت وارتبط اسمها بالنادي الأهلي فهو ده السؤال قولوا لي عدد من الأسماء اللي حضراتكم بتقولوها أو اللي بتتقال على السوشيال ميديا تفرق مع النادي الاهلي او يفرق وجودها او افضل من اللي موجودين في التيم اللي موجود في النادي الاهلي دلوقتي. انا بتكلم على اللاعبين المحليين. عشان كده انا بدات كلامي باحمد زي الحاج احمد. كل اللاعبين اللي موجودين كلنا شا... كلهم شبه بعض، كلهم على مستوى عالي يعني عشان ما حدش يقول لي انت بتقلل من اللعيبه، لا انا ما بقللش والله خالص، لكن انا بقول ان المستوى العالي ده كل لاعيبه مصر عندها مستوى عالي انا قلت اهو علشان محدش ياخد كلامي ويقول انت بتتكلم على لاعيبه مصر بشكل لا كل اللاعيبه مستواها عالي وبالتالي المستوى العالي كله واحد شبه بعضه انا عارف ان الكلام ده ممكن يكون صادم للبعض و... وفي ناس انا قلت ممكن تزعل مني ما, ما عنديش مشكله لكن لما حضرتك تقعد تفكر في هذا الكلام وللمره المليون هذه ليست إدارة النادي الأهلي عندهم في الإدارة أو في إدارة كرة القدم في النادي الأهلي أسطورة كرة القدم كابتن محمود الخطيب أحد نجوم كرة القدم كابتن حسام غالي أحد نجوم كرة القدم الكبار كابتن محسن صالح أحد نجوم كرة القدم الكبار كابتن زكريا ناصف يقدروا يختاروا ويشوفوا اللي هم عايزينه ويختاروا ممكن بكرة تلاقي الإعلان عن عشرين صفقة معرفش لكن كل اللي أنا بقوله ده تحليل البيت الكبير الشخصي بعيدا عن رؤية النادي الأهلي لأنه الكلام ده أنا قلته امبارح ارجعوا لقائمة منتخب مصر لقائمة منتخب مصر والاختيارات اللي يجي النادي الأهلي لازم يكون من لاعب دولي ويفرق مع اللاعبين اللي موجودين فلو سمحتوا يا شباب حد يرد عليا من الإعداد من فضلكم حطوا لنا هذا السؤال مين اللاعبين اللي من وجهه نظر جمهور النادي الاهلي يكونوا موجودين ويفرقوا فنيا مع النادي الاهلي. نرجع لقائمه منتخب مصر ونشوف الاختيارات بس مش القائمه القائمه الاولانيه ولكن القائمه النهائيه هتلاقوا نفس الاسماء تقريبا سبع تمن اسماء من النادي الاهلي و ثلاث اربع اسماء من نادي الزمالك وثلاث اربع اسماء من نادي بيراميدز واسم او اسمين من فيوتشر او من نادي اخر والباقي كله محترفين هتلاقي الكلام اللي اتقال امبارح هو كلام واقعي وانا هنا هقوم بدوري الاعلامي اللي هو انا بنصح ده نصيحه اتخذ بيها اتاخد ما اتخذش بيها دي انا ماليش علاقه نادي الاهلي له او في مسؤولين يقدروا كويس جدا 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 وعندهم رؤيه واقعية لكل الأمور فاللي أنا قلته امبارح بأكرره اليوم لعبة الأهلي الحاليين هم الأفضل في مراكزهم في مصر مش كلام لو الأهلي محتاج دعم هيشتغل عليه بطريقته النادي الأهلي شغال على دعم بالمناسبة هناك صفقات هتيجي النادي الأهلي لكن أنا بتكلم عن وجهة نظرنا في البيت الكبير ودي بالمناسبة وجهة نظر عدد ليس بالقليل من جمهور النادي الأهلي اللي بيكلموني ممكن يكلمني في اليوم 20-30 واحد فبتكلم معاهم بهذا الشكل اللي أنا بتكلم بيه مع حضراتكم ممكن جدا بعض منهم يقول لي يتوافق معايا في هذا الكلام والآخر يقول لي إسلام لا بس إحنا عندنا ناس تانية أحسن وأفضل أو في ناس محليين أفضل من بعض اللاعبين اللي موجودين في النادي الأهلي لكن الأغلب لو بيكلمني 30 واحد اكتر من 20 بي... بيقتنعوا بوجهه النظر او هم نفسهم بيقولوا لي وجهه النظر دي ان احمد زي الحاج احمد على المستوى العالي المستوى العالي كل لعيبه مصر مستواهم عالي جدا فانا بتكلم على المستوى العالي عشان محدش يقول لي انت بتقلل من لعيبه مصر لا لعيبه مصر احسن لعيبه وافضل لعيبه وكل حاجه ولكن انا بتكلم على المستوى العالي فمعظم جمهور الاهلي اللي بيكلموني بيقولوا لي هذا الكلام فانا قلت لا انا هطلع اتكلم في هذا الامر وهقول وجهه نظري فمثلا يعني النهارده او منذ قليل تم الاعلان على ايبوكا لاعب نادي امبي انتقاله من نادي امبي للنادي سيراميكا كليوباترا نادي امبي بناء على الاعلان اللي حصل نادي امبي خد اتنين لعيبه من نادي سيراميكا كليوباترا اثنين لعيبه كويسين. طيب لما جيت انا بقى مع مجموعه العمل مع الناس المختصه عندنا هنا في البيت الكبير او في قناه الاهلي علشان نتكلم او نجيب الاستاتكس او التحليل لابوكا من الالف للياء في كل ما يخص، انا بقى شغال على الموضوع ده فتره. لقيت ان ابوكا لعيب جامد جدا. واحد من افضل اللعيبه رؤوس الحربه اللي موجودين في مصر ولكن مع امبي او مع سيراميكا كليوباترا ازاي لان ايبوكا بيلعب في المساحات افضل كتير جدا 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 ما يلعب تحت ضغط وفي المساحات الضيقه في المساحات الواسعه يعمل لك اللي انت عايزه طيب طريقه لعب النادي الاهلي طريقه لعب النادي الاهلي كل الفرق بتعمل ايه تلعب 11 واحد في نص ملعبها وبتعتمد على الهجمات المرتده وبالتالي دي وجهه نظر الشخص او وجهه نظر البيت الكبير ملهاش علاقه بوجهه نظر النادي الاهلي انا بقول لحضراتكم التحليل الرقمي بكره او بعده هوصله لحضراتكم ازاي انا اللي استعجلت بس وقلته النهارده هقول لحضراتكم ازاي لكن ده بتكلم على بوك تحديدا ده اللي اتقال ان هو انا ما اعرفش برضه اذا كان عُرض على النادي الاهلي ولا لا، لكن انا بتكلم مع حضراتكم بالعقل وبالمنطق. في المساحات الضيقه مش هيبقى كويس مع النادي الاهلي ايبوكا لو النادي الاهلي كان طالب أبوكا يعني. فتحليليا ومنطقيا أبوكا ما ينفعش مع النادي الاهلي، هل ده معناه ان انا بقول ان ايبوكا لعيب وحش؟ لا، انا بقول ان ايبوكا ده وجهه نظري واحد من افضل رؤوس الحربه اللي موجودين لكن بيلعب في المساحات الواسعه أفضل بكتير جدا من المساحات الضيقه خلاص فدي وجهه نظر وجهه نظري او وجهه نظر وجهه نظرنا هنا في البيت الكبير ان انا كنادي اهلي ما ينفعش اتعاقد لمجرد ان انا اتعاقد وخلاص ما ينفعش ان انا اتعاقد مع لعيب الا لما يكون افضل من اللي عندي وهقول لحضرتك بالاسماء عايز حضراتكم تبعتولي على السوشيال ميديا على السؤال يا شباب قولوا لي هتحطوا السؤال فين وكده عشان نقوله للناس ولو سمحتوا حلو جدا اهو حضراتكم على كل الصفحات الرسميه للقناة الاهلي ابعتولي وانا هسال السؤال مره تانية واحد زي مثلا محمد محمود هاتوا واحد اجيبه من بره يلعب رقم عشرة مثلا أفضل من محمد محمود لو محمد محمود خد خمس ست سبع تمن ماتشات ورا بعض اللي هي فترة الإعداد والمباريات الودية وكذا وكذا دي دي وجهة نظر أنا بقولها وده أنا بقترحه على أو بقوله لإدارة الكرة في النادي الأهلي هل وافقوا عليه أو يوافقوا عرفش طبعا لأنه إدارة الكرة في النادي الأهلي أفلى على كل حاجة حتى على لما يجي بس يتم الاعلان بيكلمونا يقولوا يا جماعه هيتم الاعلان عن كذا 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 وبنعمل لكن يا جماعه انا مش هروح انا وجهه نظري ان انا ما اروحش اجيب صفقات لمجرد ان انا اجيب صفقات أن النادي الاهلي جاب 15 صفقه برافو يا نادي اهلي ان انتوا جبتوا 15 صفقه لا النادي الاهلي بيحدد اللي هو عايزه وايه اهدافه وايه اللي بيعمله فده يبقى كويس هو ده اللي النادي الاهلي بيفكر فيه دايما البعض هيطلع يقولك زي امبارح قال لك اسلام بيحضر ان مفيش صفقات هتحصل الفتره اللي جايه وده مش حقيقي لانه بالفعل حصل صفقات مش هقدر اتكلم فيها ولا هقدر اقولها غير لما يتم الاعلان عنها لكن انا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى العقل والمنطق اللي عنده حاجه تانية اتمنى انا دايما بحب اتناقش مع جمهور النادي الاهلي من كل الاتجاهات وممكن يبقوا وجهة نظركم حضراتكم انتوا اللي صح مش إسلام لكن اللي أنا بقوله ده مش وجهة نظر إسلام دي وجهة نظر مجموعة بقالها من أسبوع لعشر أيام بتحلل قصة إيبوكا بس مش حد تاني إيبوكا مثلا بس بس بما أنه خلص النهاردة وراح نادي تاني فأقدر أتكلم عنه عشان محدش يقولك ده بيتكلم كده عشان راح الأهلي أو ما جاش الأهلي أو كذا ف... وده بعيدا عن إدارة الأهلي وإدارة الكرة في الأهلي دي وجهة نظر بيت الكبير فقط بعيدا عن أي حاجة تانية ف مش عايز حد يزعل من هذا الكلام ولكن ناخد الكلام بالمنطق وندرسه لو الكلام ده غير صحيح يبقى خلاص لو الكلام ده صحيح يبقى نشوف ان احنا نقدر نشتغل على صفقات اجنبيه نقدر نشتغل عليها بشكل كبير جدا هو ده اللي انا وجهه نظري وجهه نظري انا هو ده اللي مطلوب او هو ده اللي احنا عايزينه لكن ممكن بكره يتم مره تانية ممكن بكره يتم الاعلان عن عشر صفقات ممكن ما اعرفش ممكن يتم الاعلان عن صفقه ممكن ممكن الاسبوع الجاي ممكن ايه اللي هيحصل ما اعرفش لكن انا بقول وجهه النظر اللي من وجهه نظري هنا في البيت الكبير احنا شايفينها تصلح او ده اللي احنا شايفينه يعني لو جيت تقول لي احنا النادي الاهلي محتاج تمن او ست 6 من ست 6 لتمن لاعبين ده بناء على الكلام اللي موجود في السوشيال ميديا، قول لي ست اسماء او تمن اسماء من الاسماء المحليه اللي موجوده ونقدر نشتريها ونقدر نشتريها خلي بال حضراتكم وبالمناسبه النادي الاهلي ما بتفرقش معاه حاجه، النادي الاهلي ما بيعوس حد بيجيبه من الاخر يعني انا بجيب لكم من الاخر علشان بس ما حدش يقول لي اصل ما فيش مش عارف ايه ولا لا اه عندنا بعض الحاجات اللي بتحصل بعدين هبقى اتكلم فيها مش احنا بتحصل حوالينا لكن مش وقتها دلوقتي ان انا اتكلم فيه انا بتكلم النهارده بالمنطق وبالارقام اللي هقولها لكم بكره او بعده بالكتير فيما يخص ابوكا بس مثلا يعني فاتمنى ان حضراتكم تكونوا عندكم وجهه نظر في هذا الامر ونبعت ونتكلم نتناقش نتناقش مع بعض في هذا الامر وانا هاخد تقريبا كل الحاجات اللي حضراتكم تبعتوها. انا هتكلم او هقولها على الشاشه برضو علشان نقدر نتكلم فيها ودلوقتي بالمناسبه كمان هيكون متاح للانديه التعاقد مع ثلاث اجانب تحت السن طيب هل القرار ده في صالح الكره المصريه وصالح الناشئين ولا هل القرار ده ممكن يضر بفرص اللعيبه الصغيره هل هو دعم لاستثمار الأندية في لاعيبة أجانب موهوبين صغار في السن واستثمارهم بعد كده للاحتراف في أوروبا أو إذا ما كانوش موجودين في النادي أو مكانهم في النادي في لاعيبة كبار محليين هل ممكن نربيهم عندنا ونبيعهم برة وناخد منهم فلوس كويسة أقدر أصرف بيها على الفريق الأول مثلا يعني أو يتم تصعيدهم للفريق الأول مباشرةً في ناس هتقول لك ده قرار كويس جدا. ما هو مسموح بمشاركه لاعب واحد من الاجانب الناشئين مع الفريق الاول. والباقي اللي يتصعد يكونوا محليين. يعني انت لما تيجي تنظر مثلا ل 2001 وواحد. وواحد فيها القايمه فيها 30 لاعب او خمسة 35 لما يبقى فيهم واحد اجنبي هل ده يؤثر على الناشئين؟ وجهات نظر معرفش. هتقول لي ان الدوري الخاص بالناشئين هيسيطر عليه اللعيبه المحترفه الافارقه طالما ان كل فرقه هتبقى فيها ثلاثه وخصوصا ان تزو تزوير الاعمار السنيه منتشر جدا في غرب افريقيا انا بقول لحضرتك الايجابي والسلبي القرار ده هيحتاج دراسه كبيره ومناقشات كثيره علشان نقدر نقف على اهميته او عدم جدواه لكن في النهايه يبدو أن اللوايح بدأت تتغير الأهم أنك تبص على فكرة اللعب المالي النظيف <applause> اللي أتمنى أتمنى أن ده يحصل يعني إيه؟ يعني ما يبقاش في نادي عنده مشاكل وما بيدفعش لاعيبته وما بيدفعش المدربين وعنده مشاكل نادي او اثنين او ثلاثه أو, 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 او اربعه او خمسه بتفعوش ما بيدفعوش ما بيدفعوش لمدربينهم وعندهم مشاكل مع مدربين اجانب عندهم قضايا مرفوعه عليهم وتقول لي لعب مالي نظيف زي ما اتحاد كره القدم قال ان مفيش نادي هيتعاقد مع لاعبين اكبر من الميزانيه اللي مقدمها ده المفروض اتمنى ان احنا نشوف هذا الامر ونشوف تفعيل بقى لهذا الكلام لانه الكلام اللي بقوله لحضراتكم ده كلام مهم جدا 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 او مش اللي انا بقوله الاتحاد كره القدم بيقوله فاتمنى من حضراتكم ان احنا نفكر كويس في هذا الامر ولو سمحتوا ابعتوا على السوشيال ميديا سواء فيسبوك او تويتر او انستجرام قولوا لي رايكم في هذا الامر قولوا لي اسماء لاعبين محليين يقدروا يكونوا موجودين لو انت حبيت لو انت المدير او انت اللي مسؤول عن الكرة في النادي الاهلي تقول ان هم يبقوا موجودين وافضل من اللي موجودين عندنا. لانه اللي هيجي النادي الاهلي لازم يفرق. لازم يعمل فرق علشان ما تجيش تقول انت جبت اسلام ليه مثلا انت لما جبت ابو تريكا ابو تريكا ودّاك في حته تانيه لما جبت بركات بركات ودّاك في حته تانيه لما جبت وائل الجمعة وائل جمعه, جمعة ودّاك في حته تانيه لما جبت شادي محمد شادي محمد ودّاك في حته تانيه لما جبت لما طلع احمد السيد من الناشئين ودّاك في حته تانيه لما جبت بقيه اللاعبين محمد شوقي ودّاك في حته تانيه طلعت عماد متعب وحسام عاشور من الناشئين خلوك تاخد الدوري وكل البطولات من 2003 2004 مش فاكر لغايه 2012 تقريبا مع مدير فني جيد بالمناسبه قبل المعسكر قبل معسكر النادي الاهلي اللي غالبا هيكون يوم 15 او 16 السفر الى هولندا هو حتى الان لم يتم الاعلان الرسمي لكن انا بقول لحضراتكم هيكون 15 او 16 او 17 السفر قبل المعسكر بمده جيده ها بمده كبيره يعني هيتم اختيار المدير الفني للنادي الاهلي طب ايه المشاكل وايه الامور فيش مشاكل ولا في حاجه ولكن هناك, هناك مع زي ما حضرتك شايف كده حضرتك كل يوم عشان تعرف بس ان كل الكلام اللي بيحصل ده قد يكون منه صح وقد يكون منه غلط لكن فيما يخص المدير الفني للنادي الاهلي هناك حاجات كابتن او لجنه الكوره مع الكابتن محمود الخطيب حاطينها علشان يختاروا مدير فني يقود النادي الاهلي الفتره القادمه بشكل جيد. وزي ما قلت لحضراتكم امبارح من, من وجهه نظري ان هناك ثمان صفقات جديده دول ممكن اعلن عنهم لانهم تم او تم التعاقد معاهم بالفعل، تمت صفقات دول مين؟ محمد الش الناس اللي ريحت. الناس اللي ريحت. محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي السلية الناس اللي ريحت دي هترجع احسن من الاول، وحن واحنا مع بعض ان شاء الله ربنا يكرمنا ونبقى مع بعض دايما ونتكلم بالعقل وبالمنطق دائما. مش مش مجرد ان انا اروح ممكن ادفع في صفقه واحده فلوس قد كده، ما عنديش مشكله. لكن صفقه يستفيد منها النادي الاهلي مش مجرد ان انا اجيب مجرد ان انا اجيب لعيبه وصفقات علشان ابقى انا جبت صفقات دي وجهه نظري الشخصيه او وجهه نظر العاملين انا حتى القائمين على الاعداد في البيت الكبير كلهم من اول استاذ احمد عويس وعمر وهشام والناس كلها وحاتم وكل الناس اتكلمت معاهم قالوا لي صح وجهه نظر كل الناس اللي بتكلم معاهم اللي بيتكلموا في الرياضه من وجهة نظرهم أن الأمور دي صحيحة في ناس تانية بتقولي لا إسلام لا كان ممكن نجيب فلان علان ترتان لكن هنشوف إيه اللي هيحصل في الأيام اللي جاية هل ده معناه أن تاني تاني هل ده معناه أن مفيش صفقات في النادي الأهلي لا يا فندم في صفقات إمتى هيتم الإعلان عنها إن شاء الله الأيام القادمة سيتم الإعلان عن هذه الصفقات عندما يقرر أو تقرر إدارة الكرة في النادي الأهلي انه يجب ان يتم الاعلان الان ف دي وجهه النظر حبيت وجهه نظرنا هنا في البيت الكبير انا اسف ان انا بقى اكرر هذا الامر كل شويه لانه لازم تبقوا حضراتكم عارفين ان دي وجهه نظرنا بعيدا عن اداره النادي او اداره الكره في النادي اداره الكره في النادي من حقها ترى ما تراه وتختار وتعمل اللي هي عايزاه ما نقدرش يعني دول ناس يعني في حته بسم الله ما شاء الله كابتن خطيب مين اللي هيعدل على كابتن خطيب مين اللي هيعدل على كابتن محسن مين اللي هيعدل على كابتن زكريا مين اللي هيعدل على حسام على كابتن حسام غالي ما حدش لان دي اسماء كلها يا ما عملت عارفين بيختاروا ازاي وعارفين بيعملوا ايه لكن انا بقول وجهه النظر اللي قدرت اتوصل ليها بمناقشه عدد كبير من جمهور النادي الاهلي وبعض الخبراء في كره القدم ممن يحبون النادي الاهلي خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم عن اخبارنا اخبار البيت <applause> طيب اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى ابعتوا على فكره ارائكم على السوشيال ميديا اتمنى ان كل الاراء اللي حضراتكم تبعتوها وهقراها كلها سواء بتنتقد او محبة هذا الامر فابعتوا بس قولوا لي ايه رايكم في هذا الامر أه عايز برضو نتكلم عن اخبارنا النهارده، كاف بيستعيد ذكرى هدف طاهر محمد طاهر في في شباك الرجاء بالسوبر الافريقي. استعادت صفحه كاس السوبر الافريقي التابعه للاتحاد الافريقي لكره القدم كاف هدف طاهر محمد طاهر لاعب النادي الاهلي في شباك الرجاء المغربي في كاس السوبر الافريقي الماضي. ونشرت صفحة كأس السوبر الإفريقي على حسابها على موقع تويتر فيديو لهدف طاهر محمد طاهر معلقة عليه هدف من ذهب طاهر محمد طاهر سجل هدف مهم في الدقائق الأخيرة أمام الرجاء قاد الفريق المصري للتتويج بكأس السوبر الإفريقي وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي بعد فوزه على رجاء 6-5 في ركلات الترجيح بمباراة السوبر الإفريقي على استاد أحمد من علي بن ريان ريان طبعا كانت ايام جميله جدا لو حضراتكم فاكرين الهدف ده طاهر لعب الكوره لبيرسي تاو بيرسي تاو رقص وحطها او حطها انا اسف اتلعبت الكوره بالعرض اعتقد صلاح محسن راحت لبيرسي تاو رقص حارس مرمى الرجاء ورجعها لطاهر طاهر رقص برضه وحطها وكان هدف الرجوع والفوز بالسوبر الافريقي بعد مباراه صعبه جدا 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 على النادي الاهلي في ذلك الوقت. المنتخب الاولمبي يستدعي حارسين محترفين لمعسكر سبتمبر الثاني. استقر الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقياده روجيرو ميكالي على استدعاء الحارسين الحارسين المحترفين احمد نادر السيد لاعب في زلة البرتغالي وعلي نادر لاعب الخور القطري للانضمام للمعسكر الثاني للمنتخب والمقرر انطلاقه 15 سبتمبر الجاري ضمن الاستعدادات لخوض التصفيات الافريقيه المؤهله لاولمبياد باريس 2024 وبدا المدير الاداري للمنتخب بانهاء كافه الترتيبات الخاصه بانضمام الحارسين حيث يتواجد في المعسكر المقام حاليا في الاسكندريه علي نادر على أن يعود وينضم للمعسكر الثاني يوم 15 من الشهر الجاي. منتخب الناشئين يواجه الجزائر ودياً استعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية. استقر الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006 على خوض مباراة ودية مع نظيره الجزائري قبل انطلاق منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة. يواجه المنتخب الناشئين نظيره الجزائري في مباراه وديه يوم 2 نوفمبر المقبل قبل انطلاق التصفيات التي تقام في الجزائر في الفتره من 5 الى 15 نوفمبر. الاهلي بيجدد عقود 15 لاعبه في فريق سيدات كره اليد زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي على كل الالعاب وعلى كل المستويات بيحاول ان هو يجدد لكل اللاعبين واللاعبات اللي في كل الالعاب الجماعيه الاخرى سواء الهندبول او اللي هي كره اليد والكره الطائره وكره السله الحمد لله الامور ماشيه بشكل جيد جدا الاهلي بيطلق بطولته التنشيطيه السته لبراعم السباحه وكره الماء من 8 الى 10 سبتمبر يطلق النادي الاهلي بطولته التنشيطيه السادسه لبراعم السباحه مواليد 2012 2013 بمشاركه 1000 سباح وسباحه في فرع النادي بمدينه نصر وكره الماء مواليد 2010 2011 2012 13 14 بمشاركه 300 لاعب في مقر النادي بالجزيره وتحمل بطوله كره الماء اسم الراحل كابتن طارق الصغير لاعب كرة الماء السابق والذي شغل منصب المدرب ومساعد رئيس جهاز ألعاب الماء وتعتبر البطولة تكريما له لما قدمه طوال مسيرته كلاعب ومدرب ومسؤول داخل النادي الأهلي يترأس اللجنة العليا المنظمة للبطولة كل من وائل عزة رئيس جهاز ألعاب الماء ومحمد فاضل نائب رئيس الجهاز ومحمد علام مدير جهاز السباحة ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء محمد صدقي مدير بطولة السباحة وكريم منير مدير بطولة كرة الماء والمنسق العام محمد رشوان ريشة وأحمد فهمي إداري البطولة محمد صلاح بيتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص في الدوري الإنجليزي في وسط الحقيقة المستوى أو انتقادات شديدة جدا أنا شايف أنها ليست منطقية الحقيقة طبيعي جدا ان مستواه يبقى يعني في اول الموسم ليس بالشكل الجيد ولكن ده مستوى جماعي للفريق بالكامل الحقيقه مش محمد لوحده ولكن في ظل هذه الانتقادات محمد هو تشانسز هو اكثر اللاعبين احرازا او صناعه للفرص هذا الموسم في البريميم ليج حتى هذه اللحظه محمد صلاح ومن بعده كيفن دي بروين وبقية اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين 24 فرصة صنعها محمد صلاح لزملائه وكيفن دي بروين 21 وجاك هاريسون 18 ليدز يونايتد وليكاي جوندوجان مانشستر سيتي وجيمس وارد من ساوث امبتون طيب دي كانت اخبارنا خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنستقبل فقرتنا الاولى، النهارده عندنا فقرتين مهمين جدا حنتكلم فيهم في كل الحاجات اللي احنا وهقرا كل الكلام اللي حضراتكم بعتينه سواء على كل الصفحات الخاصه بقناه الاهلي سواء على السوشيال على فيس الفيسبوك او ايضا التويتر او انستجرام، اي حاجه حضراتكم عايزين تبعتوها قولوا رايكم في سؤالنا النهارده. من وجهه نظرك مين اللاعبين المحليين اللي ممكن النادي الاهلي يستعين بيهم خلال الفتره اللي جايه اذا وجد اذا وجد. هنطلع فاصل وبعد الفاصل النجم الكبير كابتن اسامه عرابي والنجم الكبير انا اسف النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم والنجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن هيكونوا في ضيافتنا بعد قليل وهم كلهم في النهايه ولاد البيت الكبير وولاد النادي الاهلي بعد الفاصل كابتن شريف عبد المنعم وكابتن عادل عبد الرحمن اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم ازيك كابتن شريف يا كابتن سلام منور وانت منور الدنيا خليك يا كابتن ايضا النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن ازيك يا كابتن عادل اهلا بيك الله يخليك النهارده ايه ها إيه؟ ابيض لابسين ابيض ليه متفقين؟ لا, لا أنا صدفه بنودع الصيف فين <applause> 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 الجاكيتات طيب؟ وجوه منورين <applause> دايما كالعاده <applause> كابتن <داك. البت> الكبير <applause> كابتن شريف خليني ابدا مع حضرتك ايه المطلوب من النادي الاهلي في المرحله المقبله استعدادات للموسم الجديد؟ <applause> هو بسم الله الرحمن الرحيم معلش يا كابتن انا اسف سؤالنا يا جماعه احنا حاطينوه على على الصفحه لكل جمهور النادي الاهلي من فضلكم ابعتوا لنا اسماء اللي حضراتكم عايزينه علشان نقدر نتكلم ونتناقش مع الكابتن اتفضل يا هي بص كابتن اسلام وكلنا عارفين ان القاعده الاساسيه خصوصا الانديه الكبيره يعني اللي بتلعب على بطولات وجماهيرها أيوة. وعندها شعبيه كبيره جدا هي القاعده الاساسيه بتاعتهم اللاعبين احنا كل سنه او كل ميركاتو صيفي شتوي بنحط كل شغل المؤسسه كله على استخدام لعيبه طليق بتيشيرت الاحمر وخلينا نتكلم عن نفسنا بس يعني بالظبط ففي المرحله اللي فاتت والثلاث سنين اللي فاتوا والضغوط اللي احنا كنا فيها والاصابات والتلاحم بتاع البطولات الافريقيه في بعض وكلامنا والانجازات اللي انت عملتها وكل ده خلاص صفت الحكايه منك انك انت بقيت محتاج اكتر من لاعب في تجديد حاله ريفريشنج للفرق كلها بتحصل انما انت بالنسبه لك بقيت محتاج لاعبين دوليين يعني لو كانوا جايين من بره او خارجين ده لازم يبقى لعيب دولي اوكي ان هو زي ما بتمشي بنون مثلا او خلاص بنون حظه كان لغايه هنا ووقف ستوب احنا لازم يكون برده ما يماثل لعيب زي بنون بسمعته, بسمعته صح بسمعته بشكل بالنسبه للعيب الاجانب يعني اه الاجانب أوكي. اللي هيجوا مثلا ما انت محتاج ثلاثه اربعه اجانب يخلوك 100 100 خدت بالك ما تفكرش في حاجه ثانيه انما عندي باختيارات على ما اعتقد تلاتة. يعني احنا عندنا ثلاثه كده كده بيرسي تاو اليو ديانج علي معلول فليك حق اثنين اثنين وثلاثه ناشئين ما يخص اللي موجودين دي مش بتاعت انا دي بتاعت الراجل اللي هيجي كمان يشوف يكرر الحكايه <applause> وعنده ميركاتو دلوقتي وعنده طبعا الناس شغاله دلوقتي على كل على قدم وساق ان هم بيجمعوا احسن الممكن موجودين اللي يقدروا يكونوا بيعرفوا يلعبوا تحت الضغوط <applause> تحت ضغوط الفوز في كل مباراه مش <applause> هطلع تعادل انا بالنسبه لي مش فارقه لا اللاعب اللي بيجي النادي الاهلي كنا بنتكلم انا أنت وعادل التكامل بتاع الفرقه كلها بالعناصر اللي موجوده بسبب. جوه جوه التيم هي دي اللي بتساعد بعض اوكي على الناس اللي موجوده واللي راجعه من المستشفى اللي هي كانت موجوده عندك ولما شفنا التجربه الجميله اللي انا شفتها الحقيقه بتاعت الناشئين يعني لازم نشكر ان التجربه دي برضو هتفرغ لنا ناس كتير قوي نعم. يعلم عادل عبد الرحمن اسماء معينه اشتغلت معاه كمان واكتر مني وانا بالنسبه لي ان انا براقب في في السن اللي هو 2003 2005 و2006 فعارفين برضو اللعيبه احنا منهم وكنا بنرشح اذا كان محمد اشرف ونصير وميدو وكل اللعيبه اللي طلعت وفخري والناس دي وزياد واحمد سيد يعني كل اللعيبه دي خدت فرصه كبيره قوي انها تعرف الناس على امكانياتها وتعرف الجهاز الفني كمان م. فاعتقد ان الحكايه كلها دلوقتي واضحه م. يعني ما فيش حاجه غريبه جدا عن اي حد انه يقول لك إيه فلان ده موجود او فلان ده مش موجود او احنا بنفكر في تدعيمات في كل مكان احنا عايزينه فهي القاعده الاساسيه بالنسبه لنا ان المؤسسه كلها بتشتغل على ان يكون في لعيبه تقدر تواكب ايوه ما يواكبه النادي الاهلي من بطولات افريقيه ومحليه هو اللي انا بشوفه يعني كابتن عادل رب. خليني ابدا معاك كابتن اسلام في حاجه مهمه قوي ان تيشيرت النادي الاهلي تقيل ايوه وقوي مش اي لعيب ممكن يكون بره انت شايفه بصوره كويسه ممكن يجي النادي الاهلي وينجح ويبقى لا. لعيب كويس. اكثر من امثال كتير قوي يعني هديك مثال بفراوده. في فراوده بتنجح في انديه متوسطه. الناس فاهمه ان هي ممكن تنجح في النادي الاهلي ما تنفعش في النادي الاهلي. لانهم بيلعبوا على المرتده وبيلعبوا مع فرقهم على المساحات لكن لما بيجي النادي الاهلي يجي النادي الاهلي الجزء الامامي بيلعبوك من اخر 30 ياردة نعم. فما بيبقاش عنده مساحات هو اصلا مهارته في الجري وفي السرعه وال... وال... والهجمه المرتده لكن انت محتاج واحد زي أجاي مثلا لما جبته جون محتاج أوكي. بيعرف يحط الكره تحت رجله زي فلافيو بيعرف يجيب جون يعني اللعيبه اللي هي اللي انت لازم تجيبها في النادي الاهلي لازم تكون لعيبه على مستوى عالي فنيا وشخصيا م. لانه الشخصية النادي الاهلي غير الانديه كلها المصريه لا. شخصيه النادي الاهلي انت بتكسب ماتش واثنين وثلاثه وخمسه و10 وتيجي تتعادل ماتش الدنيا تهدد دي طبيعه النادي الاهلي فلازم تبقى انت بتعرف الضغط الحاجه الثانيه المهمه اللي عايز اقول لك عليها احنا لازم نبحث عن الاسباب مثلا الاسباب اللي خلت اللعيبه في في السنتين الاجهاد اللي وصلوا له ابحث بالأسباب لا لا. لأ. إن انت لعبت ودي في الاسباب دي دي حاجه من سنه م... 75 ماتش أو... او 70 ماتش ما هو ده بقى الاستفادة. انك انت لازم تعرف انك هتعمل كده تالت. اوكي فلازم تشتغل لا عليها ثاني يعني اخف شويه برضو يا كابتن عادل يعني على يعني حسب اللي احنا لا يعني, يعني ما فيش يعني... ماتشات كاس عالم ما فيش كاس عالم الانديه يعني ما فيش تصفيات امم افريقيا ما فيش امم افريقيا ما فيش دورة عربيه و... مهما حصل بطوله عربيه لازم لازم نتبحث في الامر ده اوكي ان السنتين اللي فاتوا من أي ناحيه يا كابتن هقول لك من آه. ناحيه اللاعبين عدد اللعيبه عدد اللعيبه ولا اللي اسمه المستشفى ممكن يتغير باي طريقه لا مثلا ما. ما أنا أقولك حاجة. أنا لا ما انا هقول لك حاجه انا بسال لا ما انا هقول لك حاجه العلاج تكتشف المرض هتعالج صح أوكي. مش تكتشف المرض هتعالج غلط وجهه نظر تمام عشان انت تعالج صح يبقى أوكي. لازم تعرف حاجه انا بكلمك على انت خسرت دوري سنتين اسباب مزبوط. ايه؟ الاجهاد اسباب ضغط المباريات الكثيره اللي عليك م. فانت كنادي كبير زي النادي الاهلي لازم تحط نفسك في الموقف ده لثالث سنه، اشتغل على كده. جانب الاسباب الاخرى طبعا مش فنيه و... لا لا في حاجات كتير لا في حاجات كتيرة انا بتكلم على اللي تتك... النقطة, دي النقطه دي بتاعت النقطه دي الاجهاد وعدد اللاعبين والحاجات لا. دي. انا ف... ما بيهمنيش عدد اللاعبين قد ما بيهمني الكواليتي. بمعنى اي تيم في العالم برشلونه ريال مدريد الانديه ليفربول الانديه اللي بتلعب زي النادي الاهلي على المستوى العالي أوكي. انا بتكلم في مصر النادي الاهلي بيلعب على المستوى العالي زي الانديه دي أوكي. لان في في مصر النادي الوحيد اللي بيلعب في جميع البطولات والوحيد اللي بيوصل للنهائيات والوحيد اللي بيحط نفسه في الاجهاد ده هو النادي الاهلي بخطره هو النادي الاهلي اللي بيشرف مصر علشان يوصل للنهائي ويلعب أوكي. لبطوله افريقيا والحاجات دي فانت لازم يجب انك انت تجيب لاعبين على المستوى بتاع النادي الاهلي والمهم والمهم انك لازم تستثمر لاعبينك الصغيرين اوكي استثمار يعني اللي انا شايفه اللي هو اللي هيديك استمراريه احنا اكتشفنا حاجه مهمه جدا ان اكتر من مباراه الروح لعبة النادي الاهلي ما كانتش في فعاوز في عاوز اقول لك في 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 احسن حالتها أنت النادي الأهلي أهم نقطة بتميز اللاعبين عندك هي الروح بسبب. فقط، الروح دي أنت بتجيبها منين وبتتعلمها فين؟ بتتعلمها في النادي الأهلي مم. أحيانا ممكن تجيب لعيب كويس من بره لكن ما عندوش السمة والصفات دي ما عندوش الروح العالية اللي, اللي إحنا طول عمرنا بنتمرن عليها طول عمرنا، أنت عارف إحنا كنا لما نمرر الناشئين كانوا بيسنطروا بمعنى يسنطروا في دوري أوه. مرتين ثلاث مرات عارف يعني ايه يعني ما بيتغلبوش يعني بيكسبوا دايما يعني انت بتعلمهم المكسب وشه اوكي وشه طيب. عمره ما يكون مبسوط لو لعب مباراه وحش او مش. اتغلب مباراه طيب. لمده طويله من الزمن م... فالحاجات دي كلها الصفات دي لازم تكون الأيام موجوده هي في... آه تكون في اللي موجوده م... أنا... انا انا مش دعوه باللعيبه اللي جايه ولا مش اللي جايه أوكي. وبعدين الاستراتيجيه انت لازم تعملها على الاماكن المظبوطة اللي عندك انت ممكن تكون عندك احسن لعيبه في اماكن ممكن في مكان تاني ما يكونش عندك لا لعيبة نعم. فبيحصل الخلل هنا انا بكلمك مش على النادي الاهلي بكلمك شكل على, على المنظومه كيفيه تكوين فريق من وجهه نظرك او تكوين جزء من فريق تاني او او قايمة لعبين. او قائمه لاعبين او قائمه لاعبين ده اللي انا كنت بتكلم ممكن. عليه في الاول يا كابتن اسلام لازم نعم. تراعيها كويس لازم تراعي انك انت يبقى عندك 10 لعيبه اساسيين و10 لعيبه احتياطيين على نفس المستوى يوه. واربع جواكر في كل مكان يعني حلو. في في حته الدفاع لازم يبقى عندك جوكرين نص الملعب يبقى عندك جوكر المهاجمين يبقى عندك جوكر اربع لاعبين دول من الزياده عن العشرين يبقى عندك 24 غير الحراس لو عملت الـ لو عملت الـ 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 الشكل ده الشكل ده اضمن لك حتى لو عندك مباراة مضغوطه زي السنين اللي فاتوا هتفتكر انك عشر. هتعمل انتاج اعلى ممكن بس يا كابتن بعد اذنكم اشرك معانا الجمهور لانه النهارده مهم جدا وانا كان سؤالي للجمهور مين من اللاعبين المحليين اللي اللي هم كلهم مستواهم عالي انا لا اشكك في لاعبين كل لعيبه مصر او كل اللاعبين المحليين مستواهم عالي لكن ما احنا لعيبه الاهلي مستواهم عالي برضه يعني فاهم قصدي ولا مش فاهم يعني احنا كلنا كلنا فوق عشان ما حدش يقول بس ان الإسلام او البيت الكبير بيقللوا من لعيبه مصر ابدا اطلاقا انا بقول ان اللعيبه كلها في مصر مستواها عالي اهو عشان ما حدش يقول لي معلش يعني لازم عشان نقول الكلمه اه لا انا عايز اقول لك على حاجه انا بس كنت عايز اشرك الجمهور آه. معايا اتفضل آه. رغم اللي احنا مرينا بيه ورغم اللي احنا كل اللي اتكلمنا كل فيه ده وكل التدعيمات اللي احنا بنتكلمها ما اعرفش ايه ف انا كل ماتش بلعبه آه. انا بطلع ب تسع فرص ده اسوا ما كنت موجود باهداف يعني ثمان تسع فرص وفيهم ماتشات بتخلص ثلاثه وفي ماتشات بتخلص اربعه بس ما تشوفهمش وفي ماتشات انا عايز أجيب بقى مثلا اه فإحنا الميكانيزم والشكل والاستراتيجية بتاع كلنا بنعرف نروح للجول إحنا ينقصنا العشر لعيبة دي اللي بتعمل المجهود الكبير ده كله في الوصول للمنطقة اللي إحنا بنخلص فيها أيوة. نتيجة وأهدافا وكل شيء هي دي المنطقة اللي أنا دايما بحسس عليها إن لازم يكون فيها اتنين سوبر أوكي. يعني اثنين اللي راس الناحيه الهجوميه توقف. الناحيه الهجوميه دي لازم اثنين يكون عندهم استثمار للمجهود اللي بيحصل من الاطراف ومن نص الملعب أوكي. وزي ما عادل قال لك انا هيبقى عندي جواكر وعندي بلاي ميكرز وعندي ده لازم طبعًا. ده طبيعي جدا يبقى عندي قفشه واحد كمان كمان بلاي ميكر كويس مش هيبقى عندي يعني, يعني انا جبت قلت مثلا يا يعني كابتن محمد هكلم معاكم في النقطه دي بس اشرك آه. الجمهور عشان نقدر نكمل معانا بس هيثم محمد بيقول على تويتر يا جماعه برضو ابعتوا على تويتر على الفيسبوك على الانستجرام عشان برضو نشرك كابتن عادل وكابتن شريف ويقولوا وجهه نظرهم في هذا الامر يا كابتن اسلام انا رايي ان مفيش لاعب في الدوري المصري افضل من لاعيبه الاهلي احنا معانا افضل لاعبين في افريقيا الحل في الاجانب مش كل نادي هيتنطط علينا ويطلب ثلاث لعيبه ومقابل مالي كمان انا شايف ان احنا السبب الجمهور ان احنا قللنا من لاعبتنا وانتقدناهم جامد يعني مش عارف وجهه نظر بترد على حد يرد على ده ولا خلينا نكمل لا أنا كله. انا شايفه بيتكلم صح جدا أول أوكي. حاجة بيتكلم على إنه اللعيبة المحترفين أنت محتاج يعني أنت عندك ثلاثة فاضل لك اثنين أه فاضل لك اثنين لعيبة يزيدوك فوق تحت تلاتة. أنت عارف يعني خمس لعيبة في في الملعب أه بس ال بس أنت لازم تعرف حاجة مهمة اللاعب المحترف اللي يجي من بره لازم يكون أفضل من اللاعب المحلي بدرجات أيوة مش بدرجة صح بدرجات ليه؟ لأنه لو انا هجيب لاعب اقل شويه او زي اللاعب المحلي يبقى انا ادي اللاعب المحلي اوكي ماليا هيبقى اقل هيفيد المنتخب القومي أيوه. لكن انت لما تجيب لاعب محترف لازم تجيبه بصفات وسمات اما حته اللي الناس مقلله لعيبه النادي الاهلي انا عايز اقول لك حاجه مهمه فعلا انا معاكم ان اللعيبه اللي, اللي في مصر ممكن تكون لعيبه النادي الاهلي اعلى ولكن بشرط ايوه ايه هو الشرط انك انت انا كمدرب اوصل اللاعب للحته تقلل الحته ان هو الابداع فيه ده رقم واحد رقم اتنين اللعيبه اللي في الانديه الاخرى ما بتلعبش تحت ضغط اقول لك حاجه الاهلي بيلعب اي فرقه مش هقلل من حد لكن الفرقه دي تشوفها بتلعب مع فرقه تاني متوسطه زيها المباراه بتبقى ضعيفه فوق ما تتخيل فلعيب النادي الاهلي ال 34 اسبوع صعبين جدا ال 34 اسبوع تركيز اعلى تركيز من الانديه الاخرى عشان أيوة. كده بيبان قوه اللاعب اللي في النادي الاهلي وقوه اللاعب اللي بره تمام عشان كده نوعيه اللعيبه اللي لازم تبقى موجوده اللي آه. أيوة من اول 10 دقائق ربع ساعه بتخلص المباراه تقدر المبارة. تستحمل كمان زي ده. اه زي السيما بتاع التيشيرت اللي انت بتتكلم عنه آه. تيشيرت الاهلي ده اللي هو من اول 20 دقيقه المباراه انتهت تمام. ما يبقاش معاه حد تاني في الموضوع هدف واثنين وثلاثه ودي الخبرات اللي هم يعني شافوها في السنتين اللي فاتوا ضيعت اثنين دوري بضياع الوقت مكتوبة. ان انت بتفضل هيد تو هيد مع الناس والله آه. اسلام انا الماتش لو عدى اول تاف تايم احنا ما بنجيبش جوال تاني تايم بيبقى مدشائل. 25 دقيقه آه. تاني تايم بنلعبه 25 صح. دقيقه اصابات وناس بتقع في الارض وتيجي في الاخر يقول لك ست دقائق عشان بس في, في تعليقات دقايق. كتيرة نقدر نرد على الناس احمد الشبراوي بيقول ابراهيم عادل واسامه جلال من بيراميدز مش احسن بس اضافه جيده جدا تمام عماد محمد بيقول اسامه جلال خامه ممتازه مش احسن من اللي عندنا غير انه بقى ممتاز وبيلعب ماشي تمام اتفهمت محمد المالكي بيقول ما فيش اي لاعب في مصر حتى لو محترف يقدر يعمل اي حاجه في الاهلي وكان نفسي بس سعد سمير وكريم ندفيد يرجعوا من الاعاره اما باقي الاعارات محتاجه غير كده يا كابتن ما كابتن اسلام ان احنا محتاجينه في الاهلي لاعب واحد بس اسمه الراحه ده okay. كلام محترم جدا من اللي هو ان احنا محتاجين لاعب بس اسمه الراحه من محمد الملكي وحضراتكم جاوبتوا على هذا الامر يعني من شويه لا يوجد حسني ايهاب بيقول لا يوجد لاعب محلي يستحق طبعا دي وجهات نظر أم. ماشي وهذا ما ينقصنا مع البناء على الفتره اللي جايه هو بيتكلم ان ما فيش برضه يعني لعيبه كتير تقدر تيجي سمير يحيى بيقول اعتقد النادي الاهلي محتاج تدعيمات ولكن حسب رؤيه الاداره مع تحفظي على مغالاه الانديه ومطالبهم الخرافيه مثلا انا كابتن في مغالاه الانديه انا ما اعرفش على فكره ايبوكا احنا لنا اسبوع تقريبا بنحاول نجيب ايبوكا تحديدا لانه كان اكتر اسم متداول ان هو هيروح النادي الاهلي انا ما اعرفش ان هو يعني هل عرض ولا ما عرضش هل توافق عليه ولا ما اعرفش لكن انا بقول فجبنا على السوشيال ميديا فقعدنا نحلله لقينا ان هو واحد من افضل رؤوس الحربه اللي موجوده في مصر بالفعل ولكن في المساحات الواسعه زي ما اتكلم زي جون أنتون في آه. المساحات الواسعه يعني ايه في المساحات الواسعه يعني انت النادي الاهلي بتلاعب اي فريق من الدوري 30 متر بيلعبك زون ديفنس الله ينور عليك جون ايبوكا لا يجيد في المساحات الضيقه فده ده وجهه نظرنا احنا ما على فكره ملهاش علاقه ما بالنادي اللعين. الاهلي ما هو او باداره النادي الاهلي في كمان لا. اعتقد يا عادل بي بيجي مدير فني بيتعرض عليه بيبقى عندهم سي وعندهم فيديوهات وعندهم سي وعندهم حاجات للعيبه معينه واعتقد مراقبه اللعيب والشكل اللي انا بقول لك عليه ازاي هو في الاندماج مع لعيبه النادي الاهلي أيوة. واسلوب النادي الاهلي ازاي يترجم إمكانياته, امكانياته هو بالظبط هل هو هيقدر على انه بيعمل ضغط هجومي على الفرقة اللي قدامه مش على فترات مع الفرقة اللي هو فيها حاليا، ده عايز ضغط هجومي في 20 25 دقيقة هيعمل له بتاع سبع تمن هجمات أسرع من الصوت. زي بواليا، آه يعني أنا زي بواليا، بواليا كان كويس جدا مع الجونة ليه؟ هل لأنه هيتعرض لإجهاد وهيتعرض لشد وهيتعرض لبتاع ولا ده لعيب لا وكده طريقة اللعب يا كابتن شريف، حاجة مهمة أوي، النادي الأهلي كل الفرق بيتلعبك 30 ياردة الأخرانية. محتاج صفات ومهاره خاصه في اللعيب انت انت كل مكان وليه مهارته وكل مكان ليه صفاته انك انت لما تيجي تعين لعيب او تجيب لعيب فبتجيبه على امكانيه المكان ده لكن النادي الاهلي ليه كمان صفات صفات ايه النادي الاهلي؟ أي. انك طول الوقت بيتلعب عليك زون ديفنس طول الوقت بيتلعب عليك هجمه مرتده فانت عاوز تقيد حاجتين تبقى عندك حاجتين عندك المهارة الفردية اللي انت تقدر تقف على الكورة وتقدر تعمل محطة عندك المهارة التفنيش لانك اكتر فرق الدوري بيبقى قدام الجون وعنده هجمات كتيرة عنده الحتة بتاعة الهجمة المرتدة اللي عليك ازاي تقدر تنهيها ازاي تقدر تعمل الضغط من اول لما الكورة تروح منك قدام زي الاندية الكبيرة كلها وزي النادي الاهلي لما كان بيعملها كل الحاجات دي محتاجة نوعية لعب خاص واكتر كمان محتاجه فكر مدرب طيب. يقدر يقسم الموسم على اكمل وجه لان كانت دي عندنا مشكله فيه احمد محمد الصغير هو كاتب ثلاثة أربعة كومنتات احنا على التويتر يا شباب احنا كجمهور الاهلي ومحبين لو ننساق وراء من في مصلحته اثاره البلبله احنا اهلاويه وفاهمين ان ادارتنا اداره محترمه لم تدخر جوده لمصلحه الاهلي وجمهوره الاهلي فوق جميع محمد فيود بيقول لا لاعبين افضل لاعيبة تمام رنا سبعة بتقول بصراحه لا لان في لعيبه كتير بتكون نجوم في فرقتها وبتيجي طب الحمد لله ان في ناس متفقه مع الفكره اللي انا قلتها على فكره دي وجهه نظر يعني البيت الكبير مش يعني لو حضرتك عندك وجهه نظر مختلفه اقولها لو الكابتن عادل عنده وجهه نظر انا ما عنديش مشكله خالص بالعكس احنا عايزين نتناقش علشان يقدر الجمهور الاهلي يطلع من حضراتكم بافضل حاجه يعني نفس التفكير احنا كلنا في شكل واحد اللي هو ازاي الاهلي ما يعديش في العداف الموسم اللي في المواسم اللي فاتت؟ حاضر احنا اتكلمنا وقلنا مش هيبقى نعم. عندنا نعم مش هيبقى عندنا الضغوط اللي كانت موجوده عليها كاس عالم انديه آآ آآ كاس العرب الارتباطات الدوليه اللي كانت بتاخد منها اللعيبه كلها كنت بتحس واحد زي سوليه مثلا لعب حوالي 75 مباراه زي ما انت قلت على ما اعتقد صح صح ما, ما ضيعش دقيقه 73 74 من ما. تمثيله للبلد وتمثيلك معاك افريقيا ودوليا مع كاس العرب وكاس افريقيا أو الانديه ابطال العالم وكاس العلم. عالم الانديه فاللعيبه زي ما انت بتتكلم على الكواليتي بتاعنا اه هايل كلها كان محتاج راحه اه كان محتاج راحه الشكل الجاي بقى يا اسلام انا كواحد بحس ان انا كان عندي شورتج او عندي تقصير في انهاء الهجمه ده لعيب كأ... انت كدار كبوزيشن اوكي كبوزيشن كبوزيشن في المكان وكاماكن يعني وك طريقه لعب نعم يعني انا مش هفضل احمل حسام ف... حسن او محمد شريف ها نعم. الـ الـ الشكل اللي هو لازم يترجم لي انهاء الهجمه لوحده طب ما انا كان في واحد عندي اسمه مانويل جوزي كان بيلعب 3 5 2 وكنا مم. طول عمرنا بنلعب باثنين فراوده ما كانش عندنا مشكله وثلاثه في العمق ديفندر ورا ماشي كانت الطريقه دي مع النادي الاهلي طريقه ناجحه جدا وجات طريقه بعد كده 4 2 3 1 مم. دي وعممت مع كذا حد من انجح الناس اللي, اللي لعبوا يمكن لعب بيها فايلر فايلر وقبل فايلر كان موسيماني وحسام البدري كان لا فايلر كان وفايلر رجع بعد. وفايلر كان بيحضر تيم بالظبط استغله موسيماني بعد كده يعني فايلر بصراحه سايب تركه كويسه جدا لموسيماني اشتغل بيها وقعد حوالي بيها ست بطولات فالراجل اللي قال لك كلمه الراحه دي هايل هايل ابو يوسف بيفهم هنروح للفيسبوك حطوا لي الفيسبوك يا شباب عبل ما اخلص بس ثلاث اربع برضو كومنتات طيب يوسف اشرف يا كابتن ما فيش لعيبه تلفت النظر في الدوري هم اتنين تلاتة يتعدوا على الصوابع عبد الله وبوبو وابراهيم عادل ده سيد عم. انا بقول بالاسماء اهو يا جماعه لا يوجد لاعب بارز في الدوري ان ينضم للاهلي واعظم صفقه هي اراحه لاعبي الحقيقه صح انا معاك في هذا الامر والكباتن برضه متفقين في هذا الامر اللي هو اراحه اللاعبين محمود رمضان وده من التوب فان لقناه الاهلي لعيبه الدوري كلها شبه بعضها ما فيهاش اللعيب اللي يعمل فارق الاهلي محتاج مدرب قوي يفوق اللعيبه تاني احمد محمد السعيد بيقول احمد رفعت واحمد ياسين محمد ملكي بيقول يا اسلام احنا عندنا احسن لعيبه في مصر ده وافريقيا كمان احنا محتاجين تدعيمات اجنبيه احسن من الموسم اللي فات ماشي وحاجه كمان اهم من كل الصفقات اللي هي اه ده لسه كنا متكلمين عنه شعبان عبد اللطيف بيقول ممكن اسامه جلال في الدفاع وعايزين مهاجم سوبر امال حكيم بتقول يا كابتن لعبت الاهلي احسن في احسن لعيبه في مصر ما فيش حد زيهم ان شاء الله ربنا يوفقهم فيما هو قادم طه الزياتي محمد ابراهيم وشادي حسين محمود فتح الله ده خالد عبد الجليل مبارك محمود فتح الله ابراهيم عادل محمود حماده بتاع فاركو غير كده شكرا مدحت سيد بيقول احمد رفعت ومحمد ابراهيم حمو عفيفي بيقول محمد محمود يستطيع ان يصنع محمد محمود هو ده اللي انا كنت هتكلم عنه يا حمو لكن هنتكلم عنه دلوقتي صلاح ابراهيم بيقول في لعب عندنا افضل اللاعبين في كل المراكز مع استعاده محمد محمود واكرم توفيق وعوده طاهر وتصعيد محمد اشرف بديل لمعلول واحمد عبد النبي وباقي اللاعبين الشباب خامات جيده خامات جديده نحتاج فقط اثنين لاعبين اجانب يكون مستواهم اعلى من مستوى اللاعبين المحليين وده كلام الكابتن شريف وكلام الكابتن عادل عبد الرحمن العريني من على تويتر بقى اي لاعب في الاهلي احسن من اي حد في الدوري محمد حمدي احمد نبيل محمود إيه؟ يعني يكونوا افضل الحقيقه يعني جاي لنا تعليقات كثيره جدا انا بحاول حتى يا جماعه لو في حد له وجهه نظر مختلفه لو سمحت حطوها لنا برضو من على الفيسبوك علشان انا بحاول ادور على وجهات نظر مختلفه لكن الحقيقه الناس متفقه مع كلامنا وكلام الكابتن شريف والكابتن عادل النهارده بشكل كبير يعني الحمد لله واهم حاجه بيقولوا او بيؤكدوا عليها يا كابتن شريف ويا كابتن عادل اللي حضراتكم اكدتوا عليه إيه إيه الراحه هي بيقولوا ان هي دي المكسب الاول وفي بمهور. ناس كلموا على الصفقه السوبر يعني اللي هو ده المهاجم, ده اللي حاجة المهاجم ده اللي حاجة السوبر آه. ده قلته مش لازم يبقى في كذا عادل كذا صفقه هما صفقتين سوبر كويسين انت تقدر تستخدمهم مع اللعيبه اللي عندك آه. الراحه دي كمان اعتقد ان كل شيء طبيعي يعني مفيش اي حاجه هو بس مش في طبيعيه يعني هو في نقطه عايز اتكلم فيها يا يعني. الجمهور جمهور نادي الاهلي واعي عارف كل حاجه ولكن في امور بتبقى في الداخل مع المدير الفني هو بيقدر يتكلم فيها واحتياجات الفرقه احتياجات الفرقه على المدى الطويل يعني بمعنى ايه بمعنى انك انت كمدير فني جديد ممكن تيجي لازم تحضر لي انك انت يكون عندك تيم مميز تيم فيه اكتر من 16 17 لعيب مميز والاربع خمس لعيبه انت تقدر تعملهم، وانا بقول دائما التيم القوي, الـ الـ القوي بيبقى عنده حوالي 18 لعيب كويس وعنده اربعه خمسه ناشئين يقدروا يشيلوا الفرق اجزاء من الموسم، وهي دي الراحه اللي انا بتكلم عليها. اذا كان الضغط البدن اللي تعرضوا للنادي الاهلي والظلم الكبير في آه يعني آه آه ازمنه المباريات ومش ذنب النادي الاهلي ان هو متميز وبيلعب لك بطولات عالم وبيلعب لك وبيوصل لنهائي افريقيا وكل سنه بقاله ثلاث سنين بيوصل لنهائي افريقيا فدي ضغط كبير قوي الناس لازم تعرف حاجه مهمه النادي الاهلي لعب اكتر واتكلمنا في الموضوع ده كتير أيوه. النادي الاهلي لعب اكتر من 32 مباراه في السنتين في السنتين اللي فاتوا اكتر أوه. 24 كان في 26 في المباراه يعني النادي الاهلي لعب اكتر من 40 مباراه ازيد من الانديه المصريه كلها فعلشان كده حصل الدروب في السنتين بتوع النادي الاهلي وفي اخر الامر عشان تجيب لعيب مم. يتحمل تيشيرت النادي الاهلي ممكن انا في وجهه نظري اللي لو عايز تجيب هتجيب من بره تجيب اتنين لعيبه سوبر وتقدر تجيب اكتر كمان من اتنين لعيبه يعني كره القدم صناعه دلوقتي انا اقدر ابيع واشتري احسن وابيع واشتري احسن ممكن افك لعيب بثلاثه لعيبه يعني ممكن يكون عندك لعيب انت شايفه هو ده الاحتراف انت شاف اللي هو مكسر الدنيا لكن انت ممكن تجيب اتنين لعيبه بثمنه افضل منه هو ده الاحتراف الحقيقي هو ده اللي انت تقدر تعمل تشتغل فيه كانديه انا بتكلم كانديه مصريه ولكن في اخر الامر النادي الاهلي اكثر نادي احترافا وانا مش عشان بنتمي النادي الاهلي بقول الكلام ده احنا بنتكلم على نادي عنده استمريه في حته المكاسب حته البطولات الدوليه القاريه ودي حاجه مهمه جدا انت بتبقى محتاجه كدوله يعني الكره المصريه محتاجه ان هي كمنتخب وكانديه يوصلوا للبطولات القاريه يمثلوا مصر في البطولات القاريه عشان طيب. اسم الانديه بتعلى اسم اللاعب بيعلى اسم المدرب بيعلى في ب... القاره الافريقيه سؤال مهم الحقيقه اسامه محمد السعيد وانا حكي... يعني انا النهارده قلت لازم نبقى بنتكلم وخلي بال حضراتكم معلش انا لازم اكرر هذا الامر ان انا يعني النهارده لما حبيت ان انا اتكلم مع فريق الاعداد يا كابتن وجينا نتكلم قلنا يا جماعه احنا هنقول وجهه النظر بعيدا عن لان اداره النادي الاهلي لها مطلق الحريه هي بتختار زي ما هي عايزه يعني ممكن بكره يبقوا عاملين 10 صفقات ما يعني ما عنديش مشكله هبقى مبسوط يعني وسعيد ممكن يبقوا عاملين صفقه واحده ما حدش عارف اللي هيحصل ايه فانا النهارده قلنا لا يا جماعه احنا هنتكلم بهذا بوجهه نظرنا اللي هي وجهه نظر البيت الكبير بعيدا عن وجهه نظر اداره النادي تمام ما علاقه يعني والنادي الاهلي طول عمره كده آه. ما حدش بيعرف الناس لازم تعرف نقطه مهمه احنا هو آه بننتمي النادي الاهلي وشغالين في قناه الاهلي وبنطلع وبنحلل النادي الاهلي عمره من ساعه ما لعبنا واتمرنا والناشئين لحد ما بطلنا وبقينا مدربين جوه النادي الاهلي آه. ما حدش بيعرف الاداره بتعمل ايه في خارجيه الا المعنيين بالامر فقط لا غير ودي النادي الاهلي آه. مش زي الانديه الاخرى حتى واحنا بنلعب ده حاجه حاولنا بيجي, بيجي علينا لعيب واحنا قاعدين يعني ما نعرفش ان هو كان جاي لنا اصلا ولا نعرف اهلا وسهلا وبيخش بيخش عيله الاهلي ودخل و... الترس وخلاص طيب لانه اسامه الحام... اسامه محمد السعيد على الفيسبوك قال كلام كويس جدا سؤال يا كابتن اسلام مع كل الكلام عن اللاعبين ال... الاسماء الدائره دي يا ريت تقولوا لنا ايه الفرق بين ابراهيم عادل هو كاتب عادي بس هو المفروض عادل يعني اكيد وزياد طارق غير ان ده بيلعب وده ما بيلعبش انما كمهاره وكذلك محمد محمود وبوبو خلاص؟ محمد محمود جاي الاهلي احسن لاعب وسط صاعد في مصر اتصاب ووزنه زاد شويه وقالوا كتير ما بيلعبش. يعني انا كنت انا اتكلمت على محمد محمود تحديدا ان انا احنا بندور على او النادي الاهلي بيدور على حد يساعد قفشه يكون موجود معاه في هذا المكان اللي هو بيلعب فيه لو هو 10. هل عندك اسماء ممكن تكون افضل من محمد محمود يبقى هو أفشى بيتنافسوا أه على هذا المكان لا قفشه ده ده قصد آه السؤال اللي الاستاذ محمد سامعين. محمود احنا اتكلمنا عنه في اخر الاستوديوهات وطالبنا بوجوده 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 مم. انا انا ما كنتش فاكر لو تفتكر يعني احنا آه. كنا دايما كان عادل مسافر مع رمضان دايما بنقول محمد محمود لازم ياخد محمد وليه بينزل اخر ثلاث دقائق وليه فكان في تدعيم بالنسبه لنا كرؤيه فنيه مش مش اكتر آه اللعيب يعني. ده ده خف خلاص آه؟ واحنا جايبينه وهو انا كنت بسميه لعيب ستريتش يعني أوكي. يقدر من نص الملعب يبقى مهاجم تاني في نفس الوقت وفي نفس الوقت بيرجع يلم الكوره وممكن يبقى بلاي ميكر ويقدر يعمل حاجات كتير جدا انما الفرصه والاصابات والوقت والحاجات دي باللعب هو اللي يقدر يرجع تاني لمكانه ويقدر الناس يستكشفوا بقى كل حاجه في محمد محمود هي دي الحقيقه احنا ما لحقناش نشوفه عادل من ساعه ما جه يعني لما جه اتعور اتعور على طول اه في لعيبه تانية انا عايز بس كان في على الشاشه ناس بتطالب اسامه جلال ومحمد ابراهيم و... اه بقول لك ايه يا اسلام اتفضل محمد ابراهيم ده كان في فرقه كبيره قوي في الزمالك في الزمالك اه وبعدين راح فين؟ راح فرق تانية اوكي اسلوب شخصيه اللعيبه اللي تيجي النادي الاهلي مش اللي هي وان مان شو لو محمد لعيب كويس جدا آه. حقيقه برضه يعني مش, مش اللي هو وان مان شو آه. مش احمد رفعت اللي الفرقه بتاعته بتتكل عليه أحمد رفعت ده ابننا اصلا اه, أه ولازم الكره تروح لاحمد رفعت عشان نبتدي الهجمه ونعمل لا النادي الاهلي ده مالك عادل روح وحيويه ونشاط بتجمع بالكومبنيشن بكل الناس اذا كان أعمار سنيه اذا كان خبرات موجوده اذا كان صفقات زي ما انت قلت تقدر تغير الشكل حتى تخلي الفرع اللي لا يا كابتن انا انا شخصيا مقتنع هذا آه يعني انا اعرفش حضراتكم معايا في هذا الكلام ولا لا لكن انا كاسلام آه انا مقتنع بيه اللي يجي الاهلي يا كابتن اه اللي يجي الاهلي يا كابتن يجي يعني كلهم مستوياتهم عاليه جدا عندنا لعيبه مستويات عاليه جدا لكن مش ده قصدي انا قصدي ان اللي يجي الاهلي لازم يكون مختلف يعمل يعني لما حضرتك انا مختلف إيه على بقى. وحضرك بتكلم على جيل وحضرتك لو تقدر تكلمني على جيلك والكابتن عادي كلمني على ايه بقى, بقى انا بتكلم على الناس اللي انا م. تشرفت بالتواجد معاهم كان يعني مثلا لما تيجي تتكلم على ابو اعتقد جه عمل فرق يعني مش اعتقد ده مليون في الميه ابو أي كان عمل موجود عمل فرق محمد بركات جه عمل فارق وائل جمعه جه عمل فارق شادي محمد جه عمل م. فارق أحمد السيد حسام عاشور وأحمد السيد وعماد متعب طلعتهم من الناشئين عملوا فارق خلاص بقى محمد شوقي عمل فارق أنا بتكلم على الجيل بت... يعني أنا سيد معوض أحمد فتحي بقيت كتلة واحدة بقيت وحدة واحدة أسلوب آه. واحد الطريق كان اللي... رمضان قبل ما يمشي آه. كل... كل الناس اللي بتيجي النادي الأهلي لازم تبقى فيها حتة تميز أوكي في حتة أنا جايبه وحط عيني عليه وجاي يلعب هنا في النادي الأهلي ده يعني حتى الفرع اللي قدامنا عادل مش هتعرف الراجل اللي جاي ده امكانياته ايه اللي هو متعود على محمد طاهر ومتعود على حسين الشحات ومتعود. انما لو جبت حد لازم يبقى فيه حته زياده بتساعد محمد طاهر وحسين الشحات يشوفوا شغلهم يعني بس هو إسلام جنب اي حد موجود اه يعني, يعني, فاهم اسلام قال كلمه على فرقته اللي كان موجود فيها يعني مش قصدي انا قلت لا. لو حضرتك تقدر تقول لي لحظة. أقولك حاجه اتفضل خلينا نبقى محقين اتفضل في جيل كره القدم كده اجيال طبعا في جيل زي الجيل بتاعكو لا يعوض بالمعنى والاجيال بتاعتنا اللي قبل واللي قبل لا يتع... لا, يتع... لا تعوض بالظبط كره القدم المستويات نزلت المهاره قلت بقت مم. صناعه اكتر وحتى صحه اللاعبين انا بكلمك انا طبع عامل فيها دراسه صحه اللاعبين غير الاول الحاجه التانية مهاره اللاعب غير الاول لان طرق اللعب اتغيرت فلما اجي اتكلم على الجيل بتاعك لما عد أعد 15 لعيب سوبر مم. أي جيل الفترة دي في أي نادي حتى في النادي الأهلي مش هتعد ال 15 السوبر 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 اللي زي أبو تريكا وزي بركات وزي محمد شوقي خلينا نبقى منطقيين إحنا أفضل ناس في الأجيال دي في, في الأندية دي أو في اللعيبة بتاعت العصر الحالي ده لكن لو رجعت أنت للوقت ده لأ هتلاقي كل واحد في الفرقة يعني انت بتتكلم على فرود زي عماد متعب، بتتكلم على فرود زي مثلا احمد بلال، وتتكلم على فراودة جت في النادي الاهلي في الفتره دي، انت لسه الى الان ما جبتش عماد متعب. ايوه. طيب. مش علشان الـ 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 الموضوع قل في مصر. ده اللي انت بتدور عليه. ما فيش في مصر، تعالى قول لي، تعال قول لي منتخب مصر، منتخب مصر بجد قدره، الفراوده اللي تقدر تمثل منتخب مصر، هل هنقدر نجيب زي عماد متعب في الفتره دي احنا ما عرفناش احنا خرجنا عمر من كاس العالم احمد ميدو عبد الساب ميدو ما انا بقولك لك انت خرجت من كاس العالم عشان اه؟ ما عندكش راس حربه يقدر ينفذ لك اقول لك حاجه تانية اتفضل الباك رايت والباك ليفت في مصر انت بقالك 15 سنه عندنا مشكله مع ان عندك مشكله بتصنع بعد بعد احمد فتحي شويه احمد فتحي كان بيلعب سيرد باك احمد فتحي من اللعيبه الكويسه ولاعيب قوي جدا مثلا على سبيل المثال لما لما كنت انت موجود ولما كان الناحية الثانية سيد معوض موجود انا بكلمك على فترات انت تقدر تقول عليها الله يرحمه محمد عبد الوهاب لكن تقدر تجيب لي باك ليفت دلوقتي الحمد لله طلع ابو الفتوح مثلا لمنتخب مصر كان لا محمد عبد الشافي الحقيقه محمد برضو واحد ع... من اللاعبين محمد عبد الشافي بس طبعا لا آه محمد عبد الشافي الجيل القديم ما تدخلوش آه. في الجيل ده ايوه بصراحه آه شكلا وموضوعا وفكرا و... وادبا واخلاقا وأخلاق وأخلاق جمهور م... الاهلي كله بيحبه على فكره لا محمد عبد الشافي حاجه هايلة هقول آه. لك حاجه على محمد محمود يمكن من اول الناس محمد اللي طلبوا مجيء النادي الاهلي كنت انا موجود كان محمد محمود انا كنت شايف فيه من افضل اللاعبين ولكن بدلق حصل له محمد آه. محمود حصل له اثنين آه. رباط صليبي وكريم <applause> محمد محمود كده يعني انا كنت بشوفكم في في, في, في الاستوديو التحليلي بتصرح يا جماعه هو محمد ما بيلعبش ليه انا كنت بقعد اشوفكم <applause> انت عارف انا في الاستوديو التحليلي عارف تخيلتها محمد محمود ما بيلعبش انا تخيلتها ان ده اوكي خلاص ما هو ده انا قلت كده على فكره يعني احنا ده ده احنا عارفينه انا قلت خلينا نجرب بقى في دول ونشوف انا قلت كده احنا عارفين ده خلاص ده ده موجود يا هو كان محتاج هو محتاج يعني هو محمد وبينزل ربنا بيرزقه وبعدين ينزل برافو عليك بينفذ هجمه صغيره ربنا يكرمه ويبعد عنه الاصابات لانه مهم جدا ان احنا نشوف محمد محمود وبقيه اللاعبين انا بتكلم على محمد تحديدا ليه؟ لانه محمد من الناس اللي احنا شايفين ان هي يعني كانت الفتره اللي فاتت كان لازم يلعب مش انا لوحدي كباتن مصر كلهم وكباتن النادي الاهلي وكباتن الانديه الاخرى كان ياخد دقايق اكتر طبعا لكن هي وجهات نظر المدربين والمدير الفني في النهايه خلينا نطلع فاصل وهرجع اكلم كلامنا مع كابتن شريف وكابتن عادل لانه كلام مهم جدا على فكره انا يعني انا بفتح لقيت ان انا بقول ان ابوكا لا يصلح للعب في الدوري المصري يا جماعه عيب الكلام انا ما بقولش الكلام انا قلت ابوكا ده لعيب جامد جدا جدا يعني انا قلت انا قلت كده يا كابتن لا أنا قلت عادة. ان هو لعيب جامد جدا لكن بعد ما شفنا ان بس هو انت المساحات الضيقه اللعيب اللي يجي في النادي الاهلي بس ودي حقيقه والناس آه. لازم تعرفها كويس انت مش يعني يا جماعه عيب الكلام ده انا مش عارف ليه بياخدوا كلامي دي بقى لهم اربع خمس اسابيع والله يا كابتن ياخدوا كلامي ياخدوا منه كلمتين ويضربوا عليها طب آه انت تتكلم آه عكس وهم قاعدين ما هو لو اتكلمت عكس عمرنا ما طلبنا لعيبنا واحنا قاعدين مش <applause> يا <applause> ريت ده يجي يلعب في النادي الاهلي لا لا عمرنا ما طلبنا اي حد احنا بنبقى يعني انا بس كان قبل ما تطلع الفاصل على طول كده اتفضل انتوا اتكلمتوا في حته وانتوا بتتكلموا وشاورتوا على احسن لعيبه جت كنا دايما بنتكلم في نص الملعب يعني على طول قلت لي تريكا وبركات و وشوقي ومحمد شوقي بتديني ال ال. لا ما انا قدام الأساس. كان متعب بس قلت لك متعب وحسام عاشور آه, اه الاساس اللي هو بيسرفز على اثنين عايزين اثنين لا والمدافعين المدافعين عادل, بقى. عادل. احنا عايزين اتنين خلي بالنا طبعا ان احنا بنسرفز على كل ده بالناس الكويسه دي كلها اللي جت في الاجيال كان في اتنين دايما بيترجموا الحكايه كلها اوكي يعني لو نشوف البطوله اللي خدناها بجولنا ابو تريكا في آه. تونس هم دي الثرو اللي اتلعب اللي اتنين نطوا لعبوها بالدماغ لعبوا ومتعب و... نزلت لابو تريكا اللي جاي من ورا اللي... عشان اه اللي بيعمل الفولو بشماله عشان تروح ربنا طبعا بس مش ده كان جيل قوي يا كابتن آه. شريف ولكن كان في حاجة مهمة. كان أوكي. في مانو جوزي هو ده اللي هنتكلم عليه. مدرب شرس. آه. بعد الفاصل. آه. بعد الفاصل هنرجع نتكلم عن هذه النقطة. البيضة ولا الفرخة؟ لعيبة ولا مدير فني؟ هنشوف ايه اللي هيحصل من وجهة نظر طبعا كابتن الكبار كابتن شريف وكابتن عادل ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي هل هناك لعيب محلي يمكن صناع يمكنه صناعه الفارق مع النادي الاهلي امام حضراتكم السؤال على الهواء مباشره اسالوا قولوا اي حاجه انتقدوا زي ما انتم عايزين اللي عايز انتقد الحقيقه انا كل حاجه اللي بتجي لي لا ما فيش حد في مصر ده احمد ابراهيم لما فيش حد في مصر يستاهل يلبس شيرت النادي الاهلي يعني حسني برضه بيقول لا يوجد لاعب محلي يستحق انه يلبس تيشيرت النادي ما احنا خدنا شباب الحاجات دي في كتير يعني ده في كتير جدا خدوا من بعد كده خدوا من بعد كده كمان الناس دي كلها من اول ايهاب كده العجمي لاعب الشرقيه الدخان مدافع محمد صالح مدافع خبره وهداف ومستوى ثابت وعنده روح يشبه في لعبه اماد النحاس مفيش غير اماد النحاس واحد ماشي ابو سيف بيقول لا يوجد احنا عندنا اجمد سكواد في افريقيا كلها عمر سليم لا يوجد لاعب لا يصلح للنادي الاهلي نطلب لجنه الكره ابقاء على جميع اللعيبه الاهلي وعدم التفريط لا ما هو ما فيش تفريط ساهر كابو بيقول لا والاحسن انك تجيب مدرب فاهم ومن وجهه نظره بيقول احمد رفعت يفرق مع الاهلي ده على تويتر عبد الرحمن العريني بيقول اي لاعب في الاهلي احسن من اي حد في الدوري محمد حمدي احمد نبيل محمود محمد عبد المنعم وزياد طارق لا يوجد لاعب محلي الاهلي يحتاج الى مهاجم سوبر ده فايز قمر من وجهه نظري مفيش لاعب في مصر هيصلح انه يدخل تيم الاهلي اللي موجود حاليا افضل بكتير ده تي ام تي ابو طارق يعني الحاجات امام حضراتكم كل التعليقات موجوده على التويتر وابعتوا لي على الفيسبوك كمان علشان نقول وجهه نظر حضراتكم واي حد عنده وجهه نظر مختلفه من فضلكم قولوا لي ايه وجهه النظر المختلفه علشان نقدر نتكلم فيها مع كباتننا كابتن شريف وكابتن عادل البيضه ولا الفرخه يعني هل انا كاداره افكر في في مدير فني الاول ولا افكر في لعيبه ولا انا اجيب اللعيبه والمدير الفني يجي على اللي موجود ولا ايه بالظبط الاثنين يعني الاثنين ما هو المؤسسه من فوق وبكل الجهاز الفني اللي تحت بتصب في الاخر في تنفيذ اللاعبين يعني اللعيبه دي هي العمدان الاساسيه اللي احنا بننفذ فيها ايوه. بعد كده يعني لو جبت مدرب 10 10 بدون قاعده من اللعيبه تنفذ له اللي في احلامه او في دماغه او طريقه لعب اللي هو بيحبها هيبقى خلاص مش هينفع ولو جبنا لعيبه جامده ومدرب نص نص اعتقد ان هو هيأدوا لان اللعيبه دي عندها سمات ان هم يلعبوا وسمات ان هم يكسبوا وسمات ان هم عندهم عارفين النادي الاهلي واي حد بيبقى جاي النادي الاهلي يا اسلام الدنيا بتغلى احس ان الحكايه ده رايح ايوه <applause> اه ده رايح <applause> النادي الاهلي دي مهمه جدا ده بقى لعيب عندي انا احسن منه ست سبعة لعيبه عندي احسن منه وهو عشان النادي الاهلي فكر ان هو يجيبه او يقول ده شخصيه احنا ممكن نجيبها في وسط الاولاد عندنا الاقي اللي حواليه كله وكل الناس اللي بت اصلا ما كانش بيلعب مثلا او بيلعب احتياطي او بي اداؤه 90 دقيقه 70 80 40, دقيقه اربعين دقيقه خمسين ولو النادي الاهلي فكر بس انه يحط عينه على اي واحد فيه بكره الصبح تلاقي المزاد اترفع حاجة اه بالزبط. الدنيا حاسة ان هي خلاص وانا ما فيش لعيب بيجي لي من 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 جوه الدوري المصري واخد بطولة يعني لا كابتن انا عشان اجيب لعيب ما فيش لعيب يجي لي عارف يعني ايه بطولات انا وجهه نظري برضو يعني وجهه نظر شخصيه انا لو عايز اجيب لعيب ده انا بنمي وبربي اجيب من اللعيبه اللي بتلعب في منتخب مصر انا بنامي انا بنمي وبربي كده لا أنا بنام وجهة يا كابتن عادل، أنت قلت لمنتخب مصر أهو، بنام وبربي لمنتخب مصر. اللعيب <applause> الل... أنت بتتكلم على معظم اللاعبين بيروحوا منتخب مصر من النادي الأهلي. آه. أما اللي أنت بتجيب لعيب بيلعب في منتخب مصر يبقى أنت بعد اختيار مدير فني. أوكي. للمنتخب، أوكي؟ يعني أنت بتأثر على نفسك الطريق. م. لكن الأهم من الأمر ده يا كابتن أيوه. الإسلام، أنك أنت إزاي تختار لاعب. أوكي. خلينا نتكلم على أسلوب اختيار اللاعب أول حاجة بتختار لاعب على أساس أنت محتاجه في فرقتك ولا لا م. المكان ده فاضي ولا لا م. هل هيجي يلعب قد إيه من الوقت هل اللاعب ده يناسب الناحية الهجومية بتاعت النادي الأهلي أو الناحية الدفاعية بتاعت النادي الأهلي هل اللاعب ده هيبقى تحت الضغط العصبي آه هيبقى هيأدي زي ما هو بيؤدي شفته أكتر من مرة اتحط تحت ما في المواقف اللي زي دي لكن للاسف انت لو جيت للعيبه اللي هي بتلعب في الدوري المصري م. يعني انت تيجي دلوقتي تفكر على سرد باكات بتلعب في انديه سرد باكات ده دخل فيه 40 و50 جول انت تجيبه من النادي الاهلي حتى لو هو لعيب كويس ده واحد صفاته خد على انه بيدخل فيه جوان كتير فالنادي الاهلي ليه معادله صعبه شويه انك انت تيجي تختار لاعب محتاج انت اول حاجه اللي عاوز أقول لك عليها العين اللي هي ازاي انت هتلعب مع مدرب وتجيب المدرب على اللاعبين ودي نقطه مهمه قوي يا كابتن اسلام أيوة. وكابتن شريف المهمه دي يعني النقطه دي مهمه للغايه يعني فايلر لما جه خلينا نتكلم عن الحاجات الايجابيه اللي عملها فايلر فايلر تعرف ايجابياته فايلر أو أو اوكي تعرف ايجابياته امتى بعد ما يمشي مم. سلم لموسماني مين؟ تيجي على موسماني تعرف ايجابياته فين؟ لما مشي او سلبياته فين لما مشي؟ لما جه مدرب اخر ايه اللي حصل ما بين فايلر وبعدين موسيماني وبعدين الراجل ريكاردو الثلاثه لما جوا لو انت شفت الاداء بتاع موسيماني بعد فايلر وشوف الأداء بتاع المدرب اللي هو ريكاردو بعد موسيماني هنا ترجع لمشكلة موسيماني اللي هو قلل من شخصية لاعيبة الأهلي اللي خلى في الوقت الحالي الناس تتكلم كده نعم دي هي دي المشكلة نعم. عارف المشكلة الحقيقية أنا ديف أنا حبيت ديف عليهم كروش اه انا حبيت انا حبيت اسيب النقطة نعم. دي لآخر حاجة بالنسبة لي يعني ان انت اللي بتكبر شخصية لاعبيك انت اللي بتشكك في لاعبيك فاهمني اللي حصل في مع المع... انا ده من وجهه نظري اللي حصل من موسيماني بعد كاس العالم للانديه واللي حصل لموسيماني في استراتيجيته مع الفرقه وصلت اني تشكك في لعيبه النادي الاهلي رغم ان اللعيبه دي انت في شهر اتنين واخد بطوله افريقيا شهر مش عارف شهر 12 ولا ايه وبعدين انت او او لعبت كاس العالم للانديه في شهر اتنين ومكسر الدنيا وطلع ثالث عالم وكسبان الهلال السعودي 4 0 وعامل المكسيك بنص يعني يعني اداء مبهر اداء كويس قوي ايه اللي آه غير اللعيبه بقى يعني هل اللعيبه النادي الان انا حبيت دي للاخر يا كابتن اسلام لا انا بكلمك في نقطه أوكي للجمهور أوكي للناس فضل وللمشككين فضل آه وللناس كلها بس تعال نفكر بعقلنا شويه ايه الفرق ما بين اللعيبه في شهر اثنين ثالث عالم والفرق ما بين اللعيبه في شهر 6 لما كان حصل الدوري وخسرت وخسرت الدوري والكاس الفرق والكاس الفرق هنا في ايه اربع شهور الفرق اربع شهور يعني هل اللعيبه اتغيرت في الاربع شهور لا اللعيبه كويسه ده دليل ان هم وصلوا لاعلى مستوى مزبوط. لكن وقعوا هنا بسبب م. يقعوا هنا بسبب ايه انا من وجهه نظري كان موسيماني كان عامل فرق ما بين الاساسي والاحتياطي وراحات وراحات كبيره كان مهتم ب 13 لعيب ما اعرفش هل ده يعني انا بشوف ان دايما المدير الفني بيبقى عنده يا كابتن شريف 11 12 13 15 بيهتم بيهم يعني لو عنده تثبيت تيم وعنده فرقه زي ما ده. هو شايف يعني انت عارف أي ايام مانويل يا كابتن عادل بالمناسبه ايام مانويل جوزي هو كان بيلعب 12 13 واحد اللي بيلعبوا كويس واحتياطي وكله هم, كويس. هم هم كويس بس زي ما عادل شرح لك خلاص ده من شهر 2 لغايه شهر 6 بقيت مستشفى ما هو لازم ادافع على الجنب التاني مش معنى كده ان انا مقتنع لا عليك. لا إن انا بقول لك يعني هو هو زي ما انت بتقول بس احنا الدروب اللي حصل ده بلس كيروش لما جه شكك في هداف الدوري اوكي ما خدوش في ايوه ده قضى عليه نفسيا يعني بقينا بندور على محمد شريف وعلى قفشه اه وبعد كده قفشه وبعد كده يجيب قفشه مش عارف فبقى في رايح جاي حاجات نزله وطلعه حاجات دي ادت لاصابات برضه اللعيبه دي كلها أو دي آه اي لعيب نفسي او او بيروح ويرجع او ما بيلعبش أو بيرجع على فرقته ناقص نص اداؤه اوكي فحصلت اسباب كتير قوي ان المدرب نفسه ما كانش يبقى عارف قيمه اللاعب اللي هو عنده ويوظفه ازاي عادل ده يبقى هو ده بس أنا سعر المدرب انا دايما بتكلم عن المدرب ده. من على المدرب يعني دايما بقول ايه انت النادي الاهلي نادي بطولات ودائما كل المدربين اللي جم بخدوا بطولات محليين مؤقتين خدوا بطولات دوليين وجايين من بره خدوا بطولات المهم في الاستمراريه اللي خلانا انك انت نفس الاستراتيجيه بتاعت السنه بتاعت الاولانيه بتاعت موسيماني لما موسيماني وصل انه خسر الدوري ايه اللي وصلك انك تخسر دوري هي الفكر بتاعه الفروقات ما بين الناس اللي بتلعب والناس اللي <applause> اللي اللي ما بتلعب ده, ده كبير قوي الاصابات اللي انت كنت شايفها الاحمال ما كانش منضبطه خلينا خلينا نتكلم عشان ندافع عن لعيبتنا انا من وجهه نظري اللعيبة مصدومه لان انت بتديني البرنامج انا بشتغله غصب عني انا ما اقدرش اعدل عليك كمدرب لكن اللي طبعا حصل هو انت لما تيجي تقول لي كمدرب خد راحه اسبوع هقول لك لا ده لأ انا هبقى بجد ما هو ده اللي انا عايزه انا بقالي بلعب كل يوم طب والله اقول لك على حاجه راح. كلنا اعترضنا على حكايه الاسبوع دي وكده مش طبعا فاكر لا انا موافق انا موافق انا كان شايف ان اللعبة دي فعلا لعيبه مجتهده كابتن لا ما يعني هو الاسبوع ده ما ينفعش ادي الاسبوع للناس اللي بتلعب انا, اللي بتلعب. أنا موافقك لا 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 لازم تتمرن لا انما دول ما كانش بيعمل كده الناس اللي هي كانت على طول انا موافق وكان يعمل كده بس كان يعملها ازاي دلوقتي بتتعمل بس ما بتتعملش راحه سلبيه بالظبط كده انت عارف ان دلوقتي مش حاجه اسمها. اسبوع راحه سلب اسبوع 10 8 ايام راح للناس سمية. اللي ما بتلعبش لا ما هو ما اللي انا عايز اكمله في انت تقدر انك انت تدي اجازه ولكن ايجابيه في لعيبه بتاخد طيب. اجازه خالص ولعيبه ثانيه عشان وقتين انت بس بتتمرنها وبتمرنها صح. مش اخيرا اه اخيرا يا كابتن شريف لو لو يعني حابب تقول حاجه في الظرف اللي احنا فيه انا كل اللي اقوله انا عايز اتنين فراوده اوكي سوبر كويس او اتنين لعيبه دوليين من اي حته من الناحيه اه حسب المؤسسه لما بتشوف الاداره بتشوف الشكل ده اعتقد ان هي هتبقى بجانب اللعيبه اللي موجوده برضه وجانب طبعا وجانب التحركات والتدوير اللي بيحصل داخل الفرقه اعتقد دي حاجه هتترجم المجهودات كلها اللي جوه الملعب وانا دايما عندي مقوله اللعيبه هي اللي بتعمل أي حاجة، هي اللي بتصنع أي حاجة، هي اللي في ايديها كل حاجة. صح. كواليتي لعيب بتشيرت النادي الأهلي بشخصية النادي الأهلي لا خوف على أي حاجة في المستقبل بإذن الله. كابتن عادل. حاجة واحدة بس. اتفضل. مدرب يناسب النادي الأهلي. من الآخر. طبعًا. قوي، شخصية، بيلعب على بطولات. اوكي. بيلعب ضغط كتير قوي السي في بتاعه في أكتر من بطولة أقدر أقول لك إن ينجح مع النادي الأهلي وشخصيته تبقى شخصية قوية تستحمل الضغط لأن أنا عندي لعيبة زي ما اتفقنا عندنا منظومة زي ما اتفقنا ولكن ينقصنا حاجة واحدة مدرب يقدر يترجم كل الإمكانيات اللي عندك لأن عندك إمكانيات في النادي الأهلي مش في أندية مش في, في أقول لك يعني مش عاوزة أزود ولا في في أوروبا أندية ما عندهاش إمكانيات النادي الأهلي اخيرا بس بسرعه هقول لحضراتكم زياد حمدي بيقول لا ده على السوشيال ميديا على الفيسبوك على ردا على سؤالنا هل هناك لاعب محلي؟ قال لا هو رد قال لا على طول وسكت محمد جاد بيقول يا كابتن اسلام لعيبة الاهلي ناشئين احسن من اي لاعب في مصر لانه ابن النادي الاهلي لازم يلعب بروح النادي الاهلي تمام احمد وحيد بيقول والله هو ممكن مروان عطيه نص ملعب الاتحاد غير كده محتاج محتاجين الاتنين اجانب يبقوا تقال جدا نفس الفكره لا يا كابتن اسلام ده أثر الاهلاوي بيقول لي يا كابتن عايزين يا كابتن اسلام عندنا سكواد محلي قوي بعوده اللاعبين من الراحه هيرجعوا الراحه كانت احسن حاجه المستشار محمد العربي لا يوجد ولكن قال لي محتاج راس حربة يلعب براس كويس مدحت سيد بيقول احسن لاعب على الاطلاق هو الروح محمد انديل بيقول بصراحه لا حرفيا كلهم شبه بعض انا بدات الحلقه اصلي باحمد يعني محمد صبحي عبد الرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي محمد ابراهيم سيراميكا محمود حماده فاركو لا عاوزين اجانب يا كابتن دعادل العشري طبعا طالما يقولوا ان الكلام لا هشام ابو بلال بيقول كده ان تعليمات والله ابدا ما في تعليمات ولا حاجه يا استاذ هشام احنا كل اللي بنقوله ده او اللي انا بقوله تحديدا هي ده وجهه نظر شخصيه بعيدا عن اي شيء اخر ولا تعليمات تعليمات ايه ما انت ممكن بكره الصبح تلاقي النادي الاهلي بيعلن عن خمس ست صفقات صفقه اثنين ثلاثه أعرفش ممكن بعد بكره بعد بعده اكيد فيعني لا طبعا لكن هي الكلام ده اللي أنا بقوله لحضرتك ده كلام بناء على وجهة نظر أحمد منعم بيقول برضو واضح أن هم نفس الكلام بالظبط اللي قايله هشام بالظبط بالكلمة بالحرف هو هو والله هو يعني بص لا طبعا طالما يعني التعليمات صدرت يعني بشكل واحد اه بس هو الاسمين مختلفين اه عادي ما ده العادي يعني هنا هشام ابو بلال بيقول لا طبعا طالما التعليمات صدرت ليك ولكل العاملين احمد منعم بيقول لا طبعا طالما التعليمات صدرت ليك ولا كل يعني هم هم هو نفس يعني يا جماعه يعني الحاجات دي طبعا على فكره انا ما عنديش اي مشكله والله ده انا بالعكس انا برد على الانتقادات اللي بتحصل لكن لا يوجد اي تعليمات باي شيء ولا اي حاجه من الكلام اللي حضراتكم بتقولوا ده كل اللي بتقولوا ده اي كلام لكن النهارده احنا حبينا نقول وجهه النظر ويعني الحمد لله في معظم الكومنتات والتعليقات اللي اتقالت معظمها رايحه لهذا الاتجاه ايضا كابتن شريف وكابتن عادل وجهه نظرهم تقترب الحقيقه مش بعيده كتير عن اللي احنا بنتكلم عليه انا بشكرك جدا يا كابتن شريف على وجودك بشكرك معانا شكرك وكل التوفيق للمنظومه كلها باذن الله يا رب ان شاء الله شكرا جزيلا يا كابتن عادل شكرا لكابتن اسلام وبنثق فيهم ويعملوا حاجه كويسه يا رب ان شاء الله خلينا نطلع فاصل وبعد هذا بعد هذا الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت هنتكلم ايضا عن الصفقات المحليه هل يوجد لاعب محلي يستحق التواجد من وجهة نظر الجمهور ومن وجهة ابعتوا ابعتولي انا لسه هقول كل حاجه عايزين تبعتوا تنتقدوا ابعتوا ابعتولي وانا هقرا لحضراتكم كل شيء بعد الفاصل كريم سعيد واحمد سيد اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين كريم سعيد واحمد ثابت هنتكلم عن خارطه الطريق للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه حتى بدايه المعسكر بدايه المعسكر هتلاقي الدنيا في هديت ولا حد بيتكلم عن صفقات ولا حد بيتكلم عن مدير فني لانه الصفقات والمدير الفني هيكونوا انتهوا فيعني هنكون عرفنا كل شيء خارطه الطريق مع النادي الاهلي و الاهلي في الاعلام والحديث عنها كلام كتير جدا ازيك يا ابو حميد الحمد لله تمام بارك كل كله كريم ده كله كويس الحمد لله الحمد لله خريطه الطريق يا احمد لغايه المعسكر. طبعا النادي الاهلي بيستعد دلوقتي في الفتره الحاليه دلوقتي في اغلب اللعيبه طبعا كل اللعيبه واخده راحه والفتره دي فتره مهمه ان اللعيبه احنا بقى فتره طويله اللعيبه ما خدتش راحه يعني. اه. فدي حاجه مهمه جدا الجزء الثاني ان النادي دلوقتي شغال على عمل ما فيش حاجه اسمها ان النادي الاهلي مش هيعمل صفقات او النادي مش هيجيب صفقات لا النادي الاهلي هيعمل صفقات وبيجهز في الفتره الحاليه لصفقات هتبقى قويه. بس يا جماعه الصفقات مش بالكم يعني الصفقات مش بالكم الصفقات بالكيف يعني يعني انت بتشوف المراكز اللي انت محتاجها هل في لعيبه بره انت هتبقى مثلا اضافه للفرقه اكيد طبعا في لعيبه اعتقد النادي الاهلي شغال على ملف اللاعبين الافارقه بقوه الاجانب يعني حته الاجانب ديت النادي الاهلي شغال عليها اعتقد ان احنا هنشوف يعني ممكن اثنين لعيبه او او ثلاثه كمان لعيبه ممكن يكونوا اضافه، اضافه مم. بشكل قوي جدا في حته الافارقه هيفرقوا بشكل كبير آه برضو هنشوف لعيبه المصريين، النادي الاهلي خلص صفقات يعني وهيتم الاعلان عليها في الايام لله. اللي جايه يعني الحمد لله ان شاء الله انت بتقول الكلام ده لان الناس مطلعيني ان انا بقول ان ما فيش صفقات انا بقول يا جماعه دي وجهه نظر احنا بنقولها ان الصفقات مش لازم اعمل 30 صفقه علشان ابقى انا النادي الاهلي آه. يعني والشطاره الشطاره كمان يا كابتن اسلام في السريه دلوقتي الناس اللي كانت بتنتقد زمان دلوقتي انت ما تعرفش اسم المدير الفني لغايه دلوقتي كل الناس عماله كل شويه تسمع صربي الماني دلوقتي مش عارف ايه شغال. <applause> دلوقتي من ساعه السربي. الماني مش, مش عارف ايه امبارح اه. كان الالماني اه. اول اول امبارح كان السويسري كده يعني آه فانت كل, اللي كل اللي. يوم كل يوم بت... الشطاره في السريه والنادي الاهلي طول عمره شطارته في كده ان انت مش عارف ان انت المدير الفني كل شويه نسمع مدير فني فننتظر الاعلان الرسمي يعني الحاجه الثانيه الصفقات انا بقول لحضرتك بالنسبه يعني خلاص النادي الاهلي خلص صفقات وهيتم الاعلان عنها الفتره الجايه صفقات قويه وشغالين على ملف كمان اللعيبه الافارقه بقوه نشوف صفقات ان شاء الله قويه في الحته دي انا ما فكره الحقيقه اه انا بقول ان شاء الله يعني اكيد عند حضرتك فكره يعني. لا انا ما اعرفش ما اعرف حاجه عم. أنا, بأ... انا اتفضل الفكره كمان ان في الوقت برضو عشان الناس بس تطمن احنا عندنا لغايه يوم 15 9 القيد الافريقي يعني الصفقات الجديدة اللي هتجيبها دي هتأيدها يوم 15 لغاية 15/9 فاحنا معانا النهارده 5 و6 تتكلم لسه قدامك 9 أيام أو 10 أيام في الرينج ده في خلال الـ 9 أيام أو الـ 10 أيام دول هتلاقي الصفقات كلها تم الإعلان عنها هتلاقي المدير الفني جه خاصة كمان إن احنا داخلين على معسكر في هولندا المعسكر ده من يوم 18/9 ل 28 10 أيام معمول في مدينة اندهوفن هيتخلله مباريات ودية المباراة اللي تم تحديدها خلاص اندهوفن لسه ممكن في يبقى في مباراة تانية مع القمار أو أو فرقة تانية بس اللي تم بكرة اللي... أنا جايب عامل شوية فيديوهات كده من المعسكر اللي هناك وعامل فيها شغل لطيف يعني بكرة نزحها لجمهور النادي الأهلي المعسكر شكله عامل ازاي والامور ماشيه ازاي واللي هيحصل كل حاجه يعني في ال... في هولندا فاعتقد ان المع... فتره المعسكر دي مع تواجد الصفقات مع تواجد اللعيبه خلي بال حضرتك ان ان احنا عندنا قوام يعني الصفقات مش 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 بال مش ان انا اروح اجيب حارس مرمى وثلاث مدافعين وثلاث مش عارق. يا جماعه هي طيب مش كده هي أكمل بس هي, هي مثلا مس... مثلا مثل... هقول لحضرتك مثلا على مركز معين مركز لعيبه الارتكاز احنا عندنا مين حمدي فتحي السوليه ديانج اكرم توفيق محمد احمد محمود. محمد محمود واحمد نبيل كوكا انت عندك ستة لو انت شفت انت اي لعيب هيجي من مصر هيبقى بديل للعيبه دي حتى يعني بديل لو بديل الستة؟ بديل, 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 من بديل لحمدي فتحي والسولية وديانج <applause> مفيش حد في مصر يقعد حمدي فتحي والسولية وديانج تحديدا انت ولا, لو محمد محمود محمد محمود لو ولا محمد محمود ولا محمد محمود ولا خد خمس ست سبع والصاعد بالنسبه لهم البديل اللي صاعد احمد نبيل كوكا أه؟ فانت حتى لو جبت اي حد في المركز ده اعتقد ان المركز ده متغطي كويس جدا بشكل مركز المدافعين متغطي بشكل كويس هي النادي الاهلي محتاج ايه؟ محتاج اثنين اجنحه وجهه نظرك انت اه وجهه نظر الفنان ان النادي الاهلي محتاج اثنين اجنحه تقال او ثلاثه كمان يصنعوا الفارق وده اللي النادي الاهلي <applause> شغال لا عليه لا ثلاثه هتجيبهم منين انت ثلاثه انت ليك اثنين افارقه بس ما لا مصري. ممكن يبقى في واحد مصري اه ممكن أو يبقى في واحد ممكن مصري. يبقى في واحد مصري في الحته دي يبقى انت مش محتاج ان انت تجيب 12 عايز تقوي هجومك لعيب يعني. بس لا لا هي فكره الهجوم انت محتاج اثنين قدام اجنحه ومحتاج راس حربه برضو اضافه مع الفرقه لكن انت كقوام فرقه انا شايف ان يعني حراسه المرمى مثلا الشناوي مصطفى شوبير علي لطفي ثلاثة هايلين، أنت أنت عندك حارس ثالث صغير هيصعد معاهم، وعندك حمزة علاء في المنتخب الأولمبي كمان، وعندك مصطفى مخلوف في 2003، عندك حراسة المرمى متغطية. عندك الدفاع سواء لعبت باتنين أو المدرب الجديد هيلعب بثلاثة، الدفاع عندك مين؟ ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، آه مين كمان؟ ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، تمام؟ ده الدفاع برضه متغطي بشكل كويس. ومتولي, ومتولي وممكن عودة في احتماليه لعوده محمد مغربي يبقى انت كده مغطي الحته دي يعني مغطي مركز الدفاع بشكل كويس عند ومغربي برده أيمن اشرف بيلعبوا في الباك ليفت علي معلول بديله ايمن اشرف وعندك محمد اشرف ناحيه اليمين اكرم توفيق محمد هاني فؤاد <applause> عندك ثلاث لعيبه ناحيه اليمين وكريم يقدر يلعب الناحيتين وكريم يلعب الناحيتين كمان وشمات. خلينا نتكلم برضه المركز الاساسي يعني ان هو عشان برضو يبقى الحاجه الاساسيه قوي كريم فؤاد اكرم توفيق محمد هاني الراجل ده بركات مره لعب باك ليفت بس كمل عشان دي نقطه مهمه كمل <applause> <applause> واحمد فتحي برضو بيلعب باك ليفت بس ده لعب ماتش كده وما كررهاش تاني ها. حته الارتكاز السليه حمدي فتحي ديانج محمد محمود كوكا اوكي احمد واحمد نبيل كوكا برضو بيلعب ايه؟ باك ليفت وعندك برضو رأفت خليل في الحته دي بيلعب باك ليفت وبيلعب جناح كل ده في الاماكن دي تعالى اللي قدام صانع الالعاب عندك قفشه لو هتلعب بالاربعه 2 3 1 عندك قفشه وعندك احمد عبد القادر واحمد عبد القادر برده بيتواجد على الاطراف محمد, محمد محمود, محمود بيلعبها برده آه. الاطراف عندك طاهر محمد طاهر حسين الشحات بيرسي تاو آه. من كمان يا جماعه بيرسي تاو طاهر محمد طاهر وحسين الشحات دول موجودين وهيبقى في دول <applause> دول الاربعه وهيتم التدعيم بقى عليهم اكيد هيبقى في تدعيم في الحته دي باثنين مثلا في اجنحه وعندك بقى راس الحربه محمد شريف وواحد كمان اللي هو ممكن يكون متواجد أحسن يبقى انت وحسام حسن صلاح محسن اه دول اللي هم يعني ايه متواجدين حاليا مع الصفقات الجديده اللي هتخش في الحته الاهميه يبقى انت عندك قوام فرقه قوام فريق محترم ان انت ده اللي انا بتكلم فيه بقى يا كريم اللي هو هو انت راجل انت راجل بقالك فتره برضو بتشتغل فتره طويله بتشتغل في الاعلام والكلام ده ليه الناس دايما بتاخد كلمه وما تاخدش الباقي يعني انت لما تيجي تتكلم وتقول ان انا من وجهه نظري وجهه نظرنا هنا في البيت الكبير انه اللاعبين المحليين اللي مستواهم عالي قوي اللي مستواهم عالي قوي اللي هم لعيبه معظم لعيبه مصر في الحقيقه مستواهم هايل ورائع وعالي جدا انا ما بتكلمش على كده ولكن انا بتكلم ان برضو مستوى لعيبه النادي الاهلي اللي موجودين بالاسماء اللي احمد اتكلم عنها في كل مركز هايلين فبالتالي انا انا بشوف ان انا محتاج لعيبه معينه تيجي تعمل الفارق وانا قلت السؤال ده للكابتن شريف والكابتن عادل وردوا عليه ان انا لما اجيب محمد ابو تريكه لما اجيب بركات لما اجيب عماد النحاس لما اجيب شادي لما اجيب وائل جمعه لما اجيب الناس دي جت عملت فارق كبير داخل النادي الاهلي لان النادي الاهلي ساعتها كان محتاج في الوقت ده تدعيم كبير باكثر من تقريبا اعتقد ساعتها كان ثمان صفقات يعني النادي الاهلي ساعتها كان كاستيو جه ساعتها في, اللعبة في, اللعبة في شهر واحد لا كاستيو جه في الصيف مع تريكا وحسن مصطفى جم في يناير مع بينيو اللاعب البرازيلي ساعتها كانت ثلاث صفقات جم في شهر يناير بعد كده في الصيف النادي الاهلي دعم بحوالي ثمان صفقات لا كتير. انا مش مش, مش هذه الفكره انا اقصد ان الفكره ان الناس اللي جت كلها في هذه الفتره نعم. كان لها دور طبعا كبير في الت... ال... ان إن تطوير الاداء يعني. الفني للفريق يعملوا بصمه في الفريق برافو عليك هو ده دل اللي انا بقوله بقى بالظبط فاحنا هنا عايزين نتكلم على انا عايز اجيب كلام سعيد مثلا طبعا عايزين نتكلم الغرض من الصفقات ومن فتره التاليات وهي تدعيم الفريق في الاماكن الناقصه ايوه فيه او انك بتدعم لاعب بيلعب اساسي معهوش بديل فبالتالي لما بتلعب في كذا بطوله في نفس الموسم وعدد كبير من المباريات اللاعب ده مش بيلاقي له بديل يشيله او يسنده في بعض فترات الموسم خلينا نتفق يا كابتن اسلام ان النادي الاهلي الموسم ده ما كناش في افضل حال في طبعا. بعض الاحيان، وبالتالي اللي الناس المتابعين وجمهور النادي الاهلي شايف ان لعيبه الصف الاول في وقت كتير كانوا في شكلهم وحش. طيب الشكل الوحش ده لازم نعرف سببه، ان انت النهارده ما ينفعش مثلا مثلا اجي احكم على لعيب كلاس اي عندي بان هو اجيب له بديل وهو مش مرتاح. لا ما ينفعش لان اللعيبه دي قدرت ان هي تجيب لي اثنين افرق وآه في نفس الوقت ممكن حد يقول لي يا كريم اه طب ما احنا خسرنا اثنين دوري صح بس خساره الدوري ما نيجي نحللها ليه اسباب كثيره بعيدا برضو عن ان اللعيبه وحشه او اللعيبه سيئه اه اللعيبه كانت سيئه في بعض الاوقات بس مش عايز اقول ان هم سيئين لان هم ما كانوا في قمه مستواهم البدني والذهني والفني وقدموا لنا مستوى وحش لا مش دي الحقيقه بصراحه اللعيبه قدمت المستوى السيء بسبب ظروف هنبدا نقعد نحللها ونشوف طيب النادي الاهلي دلوقتي هل محتاج صفقات فترة الخيارات الصيفيه مليون في الميه محتاج عدد من الصفقات في وجهه نظري الشخصيه مش هيقل له عن خمسه او سته <applause> انا كنت اتمنى على مستوى الشخصي 8 و9 و لكن لو ساعات في ظروف في السوق بتجبرك ان انت ممكن تقول خلاص اوكي انا ممكن ادعم بخمسه او سته واجل شويه لينال عشان ما اختارش لعيب او صفقه ما يبقاش شكلها كويس لانه وضع في الاعتبار في نقطه مهمه الجمهور بيحب الصفقات الجديده فكره الصفقات الجديده الجمهور بيحبها طبعا. لانها جزء من التنافس ان برضو الجماهير وخلي نقطه مهمه جدا يا كابتن اسلام ساعات التنافس ده ممكن يضر النادي ليه؟ اللاعب تمنه هو ثمنه 10 قروش التنافس الشديد والتناحر الشديد على السوشيال ميديا يرفع تمن اللاعب ده من 10 قروش ل 40 قرش فيعمل ازمه وده شفناه. شفناه طيب يبقى احنا هنا وضعنا الحالي بنقول ايه؟ بنقول ان طبعا اي حد هيجيب السكواد او قايمه النادي الاهلي ويحطها كده قدامه على الورق هيبدا يلاقي ان في بعض المراكز التي تحتاج التدعيم السريع جدا زي مثلا في وجهه نظري مركز الجناح الهجومي مركز راس الحربه الصريحه مركز صناعه اللعب دي مراكز النهارده محتاجه تدعيمات سريعه ومباشره خط الوسط لا أمو ادعم لكن مش برايورتي مش اولويه ليه بكل امانه مصر ما فيهاش لعيب رقم 8 اعلى من عمرو السليه مفيش تعال نجيب كل اسماء لعيبه اللعيبه في الدوري كلهم مين يطلع عمرو السليه مستحيل مش هنلاقي طيب مين مركز ستة على اليو ديانجو على حمدي فتحي مستحيل يلعب عليه مستحيل ولكن ممكن ساعات بعض الاحيان جوزي كان له وجهه نظر كان بيحب دايما المركزين دول يبقى عنده في ست لاعبين في مدير فني يقول لك عايز خمسه بس او عايز اربعه لحسب الطريقه اللي بيلعب بيها ما برضه الناس وهي بتفكر في المراكز خلي بالك المدير الفني هو بيحط القايمه ما هو على حسب طرق اللعب اللي هو بيلعب بيه عايز يلعب ازاي النهارده احنا بنقول اجنحه لان النادي الاهلي وطرق اللعب الحديثه بتعتمد على الاجنحه النهارده لو مدير فني في التسعينات هيقول لك لا 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 انا بحب راس الحربه الصريح اللي هم بيلعبوا في البوكس عايز اربعه عريض و... انا عايز اربعه عايز اربعه جوه البوكس ان انا بلعب هلعب اربعه, أربعة, بقى أربعة في لات طوله بالتالي اتنين فلات على طول وبالتالي اتنين دول هيتغيروا فهي لازم الناس وهي بتحسب الحسبه بتاعتها تبقى واخده بالها ان في يعني في اعتبارات فنيه تاتي في المقام الاول وانا بتفاوض والحاجه التانية كمان ان السوق نفسه عايز مني يعني النهارده انا اسف ما حدش يجبرني ادفع فابو قرش وقرشين عشرين و قرش عشان عشان مجرد بس النادي الاهلي قال عايز اللعيب ده لا ما ينفعش بصراحه لا احنا النهارده بنشوف في مغالاه وفيها امور بتخلينا النهارده ممكن بقى النادي الاهلي فعلا يستغل الصفقتين الاجانب يعني يجيب اسمين فعلا قويه جدا يشيلوك لان النقطه مهمه لو انت بقت قوي جدا في الخط الامامي والحته دي بس ده بيشيل من ورا لان على طول بهاجم كمان المدير الفني لما بيلعب باسلوب مثلا مثلا هدي مثلا زي رني فايلر رني فايلر كان عنده مثلا سيستم ان انا دايما ببدا الضغط بتاعي من قدام ما كناش بنشوف حد بيروح على الاهلي فهي ليها نسبه وتناسب فالناس لازم تصبر طريقة لعب اه الناس لازم تصبر لان احنا النهارده لما نبص على خارطه الطريق تاعت النادي الاهلي احنا ستيل لسه اه في تاخر ما فيش مشكله لكن معانا وقت ما تضغطنيش بقى ليه؟ ان انا لسه النهارده عن المعسكر بتاعي تحدد له يوم 18 واحنا النهارده زي ما احنا يعني نصحنا مهم جدا جدا موضوع المعسكر الاوروبي انه بيخلينا نبدا الموسم احمال افضل مرتاحين نركز بس في, الت... آه في التمرين ونرجع بقى ان احنا يا جماعه احنا الموسم ده فعلا هيبدا بايه؟ بموسم... هيبدا ب... ب... بماتش قوي جدا احنا أندهوبن. دول اه 32 في دوري الابطال اه اتحاد المونستيري اتحاد المونستيري فاحنا ان شاء الله عايزين باذن واحد احد خلال الايام الجايه ولسه ال ال الاداره والمجموعه ان شاء الله تختار المدير الفني وتختار اللعيبه يعني ربنا يوفقهم لسه معانا وقت معانا خمس ايام او اسبوع نقدر الاعلان في يوم واحد <applause> إيه لازم لا واحد وراجل بيشتغل في إيه يومها يعني يوم واحد ايه ده هم ثلاث اربع ساعات اذا لم يكن هناك يعني انا انا متخيل يعني ما اعرفش طبعا دي مش معلومه مش معلومه انا انا متخيل ان لو النادي الاهلي بيقارن ما بين ثلاث مديرين فنيين فالثلاث مديرين فنيين مليون في الميه شافوا الفرقه وشافوا سكواد الفرقه وشافوا الاماكن اللي من وجهه نظرهم وبعتوا للنادي الاهلي وقالوا لهم احنا عايزين كذا وكذا وبناء عليه بيتم وجهه نظر صح ولا غلط لا لا ربما احنا اهو طب احنا قبل تعيين سوارش ما اكدنا معلومه ان سوارش كان بيتفرج على النادي الاهلي في ماتش اهلي والزمالك اللي هو كان اول ماتش بعد رحيل بيتسو صح موسيميني. ف... وفي بعض حاجات تانية ان من حق من حق المفاوض في النادي الاهلي او اللجنه المنوط لها بالتفاوض مع مدربين او لاعبين بكل امان انها تطرح بعض الاسماء غير الصحيحه بكل امان طبعا ليه؟ عشان عايز احافظ على شغلي انا طبعًا. لو بشتغل الشغلانة ده دي انا قلت امبارح ان في حاجه اسمها زي ما <applause> على فكره زي التفاوض زي آه ما في زي ما في تكتك في كره أيه؟ القدم في تكتك في التفاوض يعني ايه يا جماعه كريم سعيد ده لعيب هايل لعيب جامد جدا واحد من افضل وارمي في كل حته ممكن اه او ما انا كل الناس تجي تبوظ لي كريم سعيد وانا شايف ان احمد ثابت في حته أيوة ثانيه أيوة ده اللي انا قلته امبارح انا عايز اضيف حاجه كمان في الموضوع ده احنا النهارده في شهر كام؟ تسعه احنا قدامنا كام لغايه شهر يناير؟ 10 11 12 ثلاث شهور يعني انت اصلا الباب الكويت هيفتح تاني في يناير يعني انت لو جبت حتى في الفتره دي خمس صفقات هو مش بالعدد يا جماعه يعني هي انت لو جبت خمس صفقات انت هتلعب بيهم ثلاث شهور، الموضوع كله ثلاث شهور بدايه دور ال 32 ممكن يزيدوا على خمسه لا ممكن يزيدوا على خمسه ممكن يزيدوا ممكن على خمسه ما نعرفش مثلا يعني خمسه سته في الرينج ده هي مش بحكايه ان انت تجيب 10 و11 دلع ومش انا بشوف ان يا جماعه بعيد جدا ان انا اقعد اقول ان انا عايز اجيب 15 لعيب ولا 10 لعيبه لا انا عندي فرقه زي ما انت قلت كده وحكيت احنا عندنا في كل مركز واحد واثنين وثلاثه قد انا معاكم ان في بعض المراكز تحتاج لتدعيم فوري طبعًا. دلوقتي طبعًا. ده كلنا متفقين كجمهور النادي الاهلي كلنا متفقين على هذا الامر لا ومحدش يظن يا كابتن اسلام ومحدش يظن النادي الاهلي هيعمل صفقه او صفقتين بس لا دي ب... يعني انت برضه نفس الوقت ايه مه... ما هو نو... الكلمه دي مطاطه قوي اللي هو يقول لك ايه ده كده هم بيمهدوا لنا لا, بيصف... لا لا هم مش بيقولوا بيصفقوا قالوا خلاص اه لا اه ما قالوا بيصف... 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 يعني, بيصف... يعني إن احنا طل... <applause> لا سؤال بس تعليمات تعليمات يعني في صفقات يعني في يعني صفر يعني بصفقة واحدة؟ ده مستحيل، يعني ده أصلاً كلام مش منطقي، لا ليه حد يتكلم فيه؟ على الأقل، لا على الأقل بسم الله الرحمن الرحيم في صفقتين، <تصفحك> على الأقل اللي, <تصفحك> اللي هو ثلاثه في تلاتة خلصوا لا لا أنا مش <تصفحك> بتكلم على خلص، أه. أنا بتكلم على أي حد بيفكر ومحدش يعرف إن في تلاتة أو أربعة أه. أه. أو ولا أو خمسة الله أو أعلم، الله <تصفحك> أعلم، لكن أنا أقصد أقول لك إيه؟ إنه إنه في على الأقل صفقتين اللي هي الصفقتين بتوع الأفارقة، اللي هم يعني الأجانب أنا آسف مش الأفارقة، الأجانب، الصفقتين دول على الاقل لازم يعني هيجوا والنهارده اللائحه الجديده اديتنا فادي اثنين وثلاثه تحت لائحه جديده لا وفي لائحه جديده اللي هي الثلاثه اللي تحت الثلاثه آه. اللي تحت خمسه آه. في منهم لعيب آه 21 سنه 21 سنه هي اللائحه في باطنها هي في ظاهرها ثلاثه بس هي الفعليه واحد بس ليه؟ واحد اه لان كل واحد كل اللي يطلع فوق اللي هو 2001 اللي هو 2001 صح والحاجه الثانيه كمان واللي ممكن يطلع بس هو اكيد مش هتلاعب مع الفريق الاول مش زي الفريق الاول بس في حاجه ثانيه مهمه آه. جدا هي اللائحه بتقول ايه؟ خمسه في الملعب أيوة. خمسه يخشوا القايمه يعني انت هتجيب هيبقى عندك ست افارقه في الفرقه أيوة. خمسه يخشوا القايمه خمسه في الملعب بس فدي برضو هتبقى اضافه للانديه المصريه كلها طبعا. ان لو لاعب افريقي اتصاب لاعب مثلا انت اتصاب موقوف فتقدر تدخل اللاعب الصغير ده في السن سواء انت هتبيعه طبعا هتتسوقه فدي هتبقى فكره في كويسه في البدايه هذا الامر وبالتالي احنا بنتكلم عن ان في صفقات ايوه في صفقات هل اللي احنا بنقوله ده تعليمات وتمهيد لما هو <applause> لا يا يعني جماعه ولا تعليمات ولا تمهيد احنا بنتكلم بشكل حر جدا لما بيبقى في حاجه خاصه بالنادي بنقول يا جماعه في واحد اتنين تلاته ده بتبقى لازم تكون ظاهره على الموقع الرسمي للنادي وعندنا لكن احنا لما بنيجي نتكلم انا من حق يا جماعه اتكلم انا والله العظيم والله 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 على الباب ما حد قال لي حاجه اقسم بالله <applause> والله مش ممكن يعني بس لكن اوكي انا وريتك صح وريتك ثلاث اربع تعليقات واحد باسم كريم سعيد وواحد باسم احمد سعيد واحد باسم اسلام نفس الكلام بالظبط هنا وهنا وهنا بس ورا بعض في نقطه مهمه الناس اوكي مفيش مشكله في الاخيره بنلعب ماستر ليج وبنلعب التيمت تيم وبنلعب الالعاب الالكترونيه اللي ايه بتدخلنا في الصفقات هي بقت لعبه حلوه بصراحه بس واحد بنحسبها وانت بتحسبها بقى لفريق زي النادي الاهلي وانت فريق انت بتحبه وعايز طبعا يبقى يعني عامل ميركاته كويس اكيد انا ببقى مثلا متارجت مثلا متارجت ثمان اسماء لو انا خدت منهم خمسه خمسه او سته ده نجاح على فكره طبعا مش مشكله وبكل تاكيد بكل تاكيد لو النادي الاهلي متارجت ثمان اسماء استحاله ياخد اثنين منهم استحاله يعني نتكلم يعني كلام منطقي يعني كان حتى ادنى ادنى ادنى, أدنى. تقدير هياخد نصهم هياخد اربعه وممكن ناجل زي ما ثابت قال. قال الاربعه التانيين لينا يعني. بس انا بقول لكم لو احنا النهارده النادي الاهلي متارجت 10 ربما يجي 8 لو ما تارجت 8 يجي 6 ممكن يجي 8 كلهم ففي الاخر مليون في المية مليون في المية حتة ان بمهدوا لنا ان مفيش صفقات لان احنا فشلنا في نعم. مش عارف شوف ايه شوف ده مش تقع. موجود شوف انت قعدت تقول ايه؟ اه وتحكي في ايه؟ ايوه واحمد قعد يقول ايه ويحكي في ايه؟ وانا قعدت أه؟ ها؟ أه؟ شوف التحليل بكره بقى هتلاقي مش بكره كمان خمس دقايق كده هتلاقي الحبايب <applause> ممكن اسال سؤال؟ اتفضل طب اذا بقى اذا بقول اذا يعني اذا نفترض ان كل حاجه فيها احتمالات في 1% اكيد يعني بنام بيتكلم احتماليه اذا يعني النادي الاهلي فاجئنا باسماء لم تكن اصلا مطروحه على الساحه الاعلاميه وكلنا يعني كل واحد فينا يعني له في الجزء الاعلامي حته في مكانه اذا طب هنا بقى هل الناس اللي قالت كذا كذا لا بيعتذر ولا آه آه يعني لا 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 بقى فلازم يبقى في حته جوه انا من, من كام يوم كده قلت ان النادي الاهلي هو الجرار اللي بيجر الانديه او بيجر لانه هو الافضل وهو الاكثر في حق الرعايه والكلام ده كله خلاص؟ نعم قالت لك اسلام بيقلل من الانديه الشعبيه وهذا الموضوع غير حقيقي، لكن كل الناس اللي قالت الكلام ده أيوة. وردوا عليا بفيديوهات طويله نص ساعه وساعه ومش عارف ايه، مليون واحد كتير يعني كلهم طبعا لا ينتموا او ما بيشجعوش النادي الاهلي، لما ردوا هم كويس عارفين كويس جدا الكلام اللي انا قلته صح. والله العظيم، فانا قلت لهم امبارح قلت لهم يا جماعه هل ينفع حد فيكم بعد ما تشوفوا الارقام يطلع يعتذر مش يعتذر للاسلام يعتذر للنادي الاهلي ولجمهوره هل ده هيحصل مش هيحصل طبعا هو مليون في المية مليون في المية مثلا في ملف البث التلفزي اكيد اي نادي الماتش بتاعه مع اكس هيبقى بثمن ثمن الماتش نفسه لما يكون هو الهوست هو الماتش بتاعه هو والنادي الاهلي هو الضيف هو نفسه بيبيع الماتش ده بتمن مختلف تماما ايوه ما هو انا لما بقول كده ما مش عارف هو على فكره ده طبيعي وانت كريم عارف واحمد لا عارف. ولا نقص تقليل. لحد على الواقع لكن الواقع الواقع, الواقع يعني. بالظبط كده وكل الانديه في مصر عارفه هذا الكلام وبالتالي من الواضح ان احنا الفتره دي بيتاخد كلامنا وبيتجزا وبيتقالب بطريقه او باخرى هذه هي فتره اللجان الالكترونيه زي ما وريتك كده انا وريتك فعلا. وانا معايا الدليل يعني معايا دليل النهارده واحنا بعدين كده ما بنعملش حاجه والله يعني صحيح. احنا قاعدين ببص لقيت لأدل... كوبي, كوبي وبيست من بعض كوبي بيست يعني مش ممكن <applause> وعندي دليل فيما سبق ان, ال... إن حضر بعد ما طيب لا يشجع النادي الاهلي ماشي بطريقه اللجان بشكل فظيع هم شغالين برضو هم دلوقتي لازم جمهور النادي الاهلي يكون فاهم ان هم بيحاولوا الفتره دي يحسسوك ان انت مش هتعمل صفقات ان انت مش هتجيب صفقات ان انت بي... وبعد كده ان شاء الله لما يتم الاعلان على الصفقات والمدرب افتكروا الكلام ده برضو هتلاقي اللجان دي شغاله بتعمل ايه دول جايبين صفقات تعبانه، صفقات فاشله، أيوة. صفقات مش عارف ايه، بعد اسبوع بالظبط. هو ده اللي بيحصل دلوقتي، هو بيحطك تحت ضغط دايما. هو يقول لك دلوقتي انت مش هتجيب صفقات، انت مش هتعمل صفقات، انت يا عم عرفت منين؟ ايه. ما لسه 10 ايام، ده لسه عشان القيد الافريقي يقفل لسه 15 يوم 15، لسه بدري. مستعجل على ايه؟ لا هو كده، وبعد ما تجيبها يقول لك اصل انت مش هتعرف، يعني اي حد ما بيشجعش النادي الاهلي هتلاقيه بيقول لك كده، يقول لك ان انت مش هتعرف تجيب صفقات ان انت صفقاتك هتبقى مش عارف ايه لا يا جماعه الاهلي النادي الاهلي هيجيب صفقات والنادي الاهلي بيجيب في الصفقات للأماكن الاماكن اللي هو محتاجها اللي هي مثلا في حته الاجنحه الاماميه في المهاجم في الماك... المراكز اللي لجنه الكوره او لجنه التخطيط شايفه ان النادي الاهلي محتاجه فالنادي الاهلي بيدعم أمكو. احنا اصلا انتقادات دغطل... الانتقادات المحليه اصلا كانت اسلامها ممتده لغايه اول اكتوبر يعني حتى محليا انا لسه معايا لا وق... بس برضه انت محليا يعني اللي هتجيبه محلي لازم يلعب معاك فق... يعني انت هتجيب محلي اكيد ليه؟ ماشي مش مختلف بس في حتي... دي لازم الناس تفهم حته مهمه جدا جدا, جداً. ان احنا دلوقتي في عصر فعلا الكلمه ممكن ترفع السعر من جنيه 10 ده امر صعب جدا ان انا النهارده احط انا بحط بعد ما يتم الاعلان عن أوه. الاسماء ان شاء الله هحكي كم قصه انا عارفها جميل أوكي. حلوه واسماء الناس كلها شايفاها وعارفاها واما نشوف ساعتها ايه اللي هيحصل يعني او ايه اللي هيتقال لانه يعني الحاجات دي بتشاء الظروف ان انا ببقى قاعد فيها او بسمعها او بعرفها من 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 مصادر مسؤوله فبالتالي بسمع اللي بيحصل وبشوف اللي بيحصل فبلاقي ان فعلا زي ما انت بتقول من واحد ل 10 ايوه تحديدا طبعا من واحد ل 10 مش طبعا كلام تاني فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع بقى نكمل مع كريم سعيد واحمد ثابت و بعد الفاصل كلاتنبرج كلاتنبرج نتكلم عن كلاتنبرج عن كلاتنبرج. بعد الفصل هنطلع نتكلم عن او هنرجع نتكلم عن كلاتنبرج ورؤية أحمد ثابت وكريم سعيد لوجود كلاتنبرج خلال الفترة القادمة. أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى كلاتنبرج وتجربة كلاتنبرج. تجربة مهمة جدا وتجربة رائعة ان رئيس لجنة الحكام يطلع يحلل الاخطاء التحكيمية بتاعت الاسبوع كلها بتاعت يعني اغلب اللقطات الهامة في على الفيديو على صفحة الاتحاد الكورة اعتقد ان يعني حاجة مهمة كمان ان احنا اول مرة نسمع صوت الحكام وهم بيتكلموا مع بعض في الفار يا ريت دي كانت بتحصل من اول السنة كانت هتفرق معانا كتير لان اولا اولا بتحط الحكام تحت ضغط ضغط مهم جدا ان انا لازم اراجع اللعبه وان بتقلل الاخطاء التحكيميه والحاجه الثانيه بتبين المخطئ مين النهارده لما يبقى مثلا الحكم الساحه شايف ان اللعبه دي مش ضربه جزاء وحكم الفار نداله قال له تعالى شوفها والحكم ما راحش شافها اذا بتبين كمان مين مين المتعمد في الخطا سواء اذا كان حكم الفار ولا حكم الساحه نقدر بقى ساعتها لما بنحسب الاخطاء التحكيميه نبقى عارفين ان حكم الفار مثلا هو كل مره اللي ما بيروحش يقوله مثلا مم. غير ان هي بتكشف الاخطاء التحكيميه كلها بتبين اذا كان ده فعلا خطا مقصود ولا خطا مش مش مقصود خطا متعمد ولا مش خطا متعمد هتقلل الاخطاء التحكيميه تماما كمان الحكام بتاعتنا تستفاد من خبير اجنبي او من راجل تحكيم خبير تحكيمي اجنبي يقدر يحلل الحالات التحكيميه كلها الموجوده والاخطاء اعتقد ان هي تجربه لازم تستمر، تجربه مهمه جدا تم تجربتها في الاسبوع الاخير من الدوري نتمنى ان هي تحصل من اول اسبوع في الدوري السنه الجايه لانها هتفرق كتير جدا وحكامنا هيتطوروا وهتقلل الاخطاء التحكيميه اللي عانى منها النادي الاهلي في الدوري اخر سنتين سواء الموسم ده او الموسم اللي فات شفنا اخطاء تحكيميه كتير احضرت نقاط كتير يعني الموسم ده تقريبا 15 نقطه <applause> 14. <applause> 14 نقطه والسنه اللي قبلها 15 <applause> اخر ما حسبت بعد ما بعد ال <applause> <applause> 14 بطلت احسب 14 والسنه اللي فاتت 15 <applause> يعني 29 نقطه ضايعين من النادي الاهلي بسبب اخطاء تحكيميه في اخر موسمين فرقم كبير يعني كريم <applause> طبعا التجربه اللي عملها كلاتنبرج البعض ممكن يشوفها يقول لي مثلا ايه طب ما الكابتن عصام الفتاح كان بيطلع في مداخلات هاتفيه وتليفونيه مع البرامج التلفزيونيه بعد كل مباراه يكون فيها حاله جدليه وبيحللها ايه الفرق يعني ايه الجديد لا الجديد هنا امر مختلف ان كلاتنبرج عمل سنه كويسه جدا هو انه بدا يختار في الاسبوع اكثر خمس حالات جدليه وبيعقب عليهم بفعل اسلوب وطريقته محايده تماما في عرض الألعاب كلها حتى الناس اللي شافوا الخمس العاب ربما واحد لما شفناهم لايف كان ارائنا فيهم ممكن تبقى مختلفه عن ال... ما نسمع كلاتنبرج لما هو علق عليه آه. كلاتنبرج كمان بصراحه وهو بيعقب على الالعاب فعلا قدم حجج قانونيه بتاكد لنا ان هو مثلا ايه قراره صح يعني كلمته صح يعني هو قال حاجه من القانون بتأكد ان كلامه يؤيد قرار الحاكم يعني هو طبعا في الخمس حالات بصراحه ايد الخمس قرارات الحكام سواء الفار او حتى حكم الساحه وبالتالي هل هنلاقي بقى حاجات تانيه ي... ي... لا نقطه مهمه لا اهم نقطه أهم اللي انا حسيتها بصراحه بصوت الاسلام مصر الحكام بصراحه مش في الكوره بس في كل الألعاب ساعات اللعيب نفسه البروفايل بتاعه بيفرق في قرار الحكم بمعنى ايه مثلا لو لاعب ذوق قوي ولاعب مؤدب 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 وعمل فاول يستحق الطرد ممكن حاجه ما تردوش يكتفي بانذار كانوا بيطردوني والله <applause> <applause> وبعدين ايه انا كان ايه يجي يجري فيجري من قدامي كده يخبط رجليه أيوة. ويبقى دايما الانذار الثاني <applause> فيديني الانذار الثاني ويقول لي معلش يا اسلام والله بس هعمل ايه اه بالظبط فممكن <applause> ممكن بعض الامور الايه العاطفه بي... معلش معلش نعم. معلش يا اسلام والله يعني الراجل بعد ما بيديني الطرد أيوة. اه <applause> أيوة. يعني بي... يعني احنا اصدقاء بره الملعب فبيقول لي يا اسلام يعني نعم. آه معلش يعني عادي انت لازم تاخد الانذار او الكارت الثاني ف... عشان لبقى... بس معلش آه طب... الكلام ده مش عارف ياخدوه آه طب... ويحطوا طب... طب... عليه الميدان آه طب... لكن وجود كلاتنبرج النهارده اعتقد انه هيحل حاجات كتيره جدا عند الحكام فيما يخص التعامل مع المباريات، انت راجل نازل تنفذ القانون، القانون ده ولا فيه عاطفه ولا فيه احتواء ولا فيه انك تاخد بالك من فلان ولا تاخد بالك من علان، اصل تتصور مع ترتان مش عارف مين، لا مفيش الكلام ده خالص. انت هتنزل تنفذ القانون زي ما اتقال، وهنيجي لو انت النهارده غلط كلاتنبرج هيطلعك على المسرح في الفيديو اللي هيتم نشره على السوشيال ميديا بتاعة اتحاد الكوره، ليه؟ يبقى خطا فادح منك واللي هيطلع رئيس الحكام يقول يا جماعه لا دي غلط مننا وان شاء الله مش هيتكرر، فبالتالي مهم قوي قوي بصراحه اللي عمله كلاتنبرج ده وتحليله الاداء وتحليله فين بقى يا كابتن اسلام؟ م. على صفحه الاتحاد الرسميه ما طلعش في مداخله هاتفيه ما طلعش ضيف لا هو طالع يعني جزء من شغله واعتقد ال 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 الروح دي والشكل ده في وجهه نظري لما نبدا بيه الموسم الجديد هتبقى الامور مختلفه اه طبعا اخيرا الاتحاد إيه الانجليزي او لجنه الحكام في الاتحاد الانجليزي اقرت وهي في مباراه تشيلسي على ما اتذكر الاخيره اقرت ان هناك خطا في مباراه تشيلسي الاخيره مش فاكر ضد مين فولهام فولهام تقريبا تشيلسي كان بيلاعب فولهام تقريبا واحد. يعني آه المهم واحد. المباراه الاخيره اقرت لجنه الحكام ان هناك خطا في لعبه معينه ونزلت بيان وعملت وشكرت وقالت احنا اسفين وبتاع وبنعتذر عن عن الخطا ده هل ده ممكن نشوفه الايام القادمة اه طبعا مع كلاتنبرج اعتقد اه لان هو الاجنبي بس لا انا بتكلم عشان الكابتن عصام عبد الفتاح عندما آه. كان رئيسا للجنه الحكام كان بيدافع عن الحكام فقط لا انا عايز اقول حاجه احنا احنا لو تفتكر إحنا طبعا كنا تاني معلش حقي حقنا يعني إحنا نعيد ونكررها تاني إن قناتنا الأهلي كنا من أول وسائل الإعلام اللي بتعيين مستاجر الحكام أجانب طبعا وقلنا ساعتها لما اتعين بقى حذرنا من حاجة هتحصل هجمة على الراجل عشان ما يك... التجربة دي ما تنجحش, ما تنجحش وبالفعل أنا والله يوميا بسمع تصريحات لمسؤولين داخل الاتحاد كلاتنبرج مش هيضيف حاجة وما كانش ينفع نجيب واحد فاشل جاي مش عارف منين مسؤولين فتاني الراجل لغايه دلوقتي ماشي كويس واعتقد كل ما هيمشي وهيلاقي يعني مسانده وهيلاقي ان الناس فعلا كله هيسكت عايز ينجح لا هينفذ حاجه بتقوله ده لو في غلطه هيطلع يقول ايوه احنا عندنا خطا والحكم ده كذا غلط في كذا 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 واحنا بنعتذر وهنلاقي ان الحكم ده ما ما مش بيحكم ماتش في الاسبوع اللي وراه مش يطلع بقى لا أنا مش عايز حد يعتذر عايز حد والله حقيق. احنا ما نقدرش نعلن عن العقوبات عشان مش عارف ايه ويحسسونا ان لا بس هو قال ان هو مش هيعلن عن العقوبات هو قال لك ما فيش حد بلد في العالم هيعلن بيعلن عقوبات ولكن الناس هتتفهم حت الامر من خلال عدم وجوده في الاسابيع التاليه ما انا اعتذر انا النهارده لما اعتذر عن وجود خطا ايوه ما انا استفدت ماتش. ايه برضه معلش ما, ما, عليش ما عليش تزعلش, تزعلش, تزعلش مني يا عم كريم انا راجل انا بلعب في النادي الاهلي دلوقتي اولا النادي الاهلي وانا مشجع للنادي الاهلي انا استفدت ايه لما الحكم يطلع يقول لي انا اسف ما تزعلش ال, ال, ال 14 نقطه بتوع الموسم الثاني ما كانوش هيضيعوا زي ال 15 نقطه بتوع الاسبوع الموسم, الموسم اللي قبله ايوه ماشي بس قصدك ح... إيه... ايه يعني هيضيع مني ثلاث نقط بس, بس احسن من الموسم الماضي يا كابتن احسن وكل حاجه ولكن الثلاث نقط دول ممكن يخسروا الدوري احنا عايزين جزء عايزين جزء اهو مش بنبرر خساره الدوري كلها للنادي الاهلي التحكيم لا احنا مش من النوع ده لكن في عامل التحكيم بكل امانه الاخطاء اللي احنا شفناها في اخر موسمين اخطاء فادحه ما النادي الاهلي ياما خسر قبل كده دوريات وعادي مش اول مره ولا أو اخر مره ولكن الاخطاء اللي احنا شفناها في اخر موسمين تكاد تصل لدرجه التعمد كل امانه جون زي ماتش بتاع الجيش بتاع الموسم اللي فات ده مش ممكن <applause> الكوره بتاعت زي بتاعت حمدي امير علي الباك رايت حمدي فتحي في امير عابد حمدي فتحي لا هو بيتكلم على مش استاوي فيرسي تاب كان على كره يعني المفروض وأنت انت جاي كده ايه؟ تحط ايدك في جيبك تطلع الكارت الاحمر وتقول له احمر اتفضل وبعد كده تشوف هتعمل ايه بالظبط ما حصلتش انا اعتقد هذه النوعيه من الأخطاء اتمان طبعا مستشخص واتفاءل انها مش هتحصل في حقبه كلاتنبرج واتمنى والله 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 ما موضوع اهلي ولا زمالك اتمنى من جميع وسائل الاعلام انها تحمي كلاتنبرج مع بدايه الموسم الجديد. عموما خلينا نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره القادمه انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا شكراً, 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 شكرا جزيلا شكرا جزيلا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا غدا حلقه جديده من البيت الكبير.